السلام عليكم، معكم الدكتور عبد الحميد، طبيب مقيم في الأمراض الباطنية. اليوم راح نعرض لكم بعض حالات والقبولات الموجودة في مشفى الشهيد وسيم معاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ. الحالة الأولى، مريضة 12 سنة راجعتنا بقصة يرقان وترفع حروري وعروقات ونقص شهية من 9 أيام. بالفحص السريري كان في يرقان في الوجه والصلبة وتسرع في القلب وحرارة 38 كذا. في إصغاء الصدر كان في خرافة خشنة في الساحتين الرئويتين، تورم مؤلم في الطرف السفلي الأيسر. في الاستقصاد يكون القلب كان طبيعي، يكون بطن انسجاب جنب أيسر خفيف. عملنا إيكو دوبلر للطرف السفلي الأيسر، كان دي في تي، الموجودات دي في تي. المخبريات كانت الـ AL212، الأميلاز 50، البيلوربين عالي كان 9.9، حساب الدايركت كان الدايركت 6.9، سي آر بي يعني 10، كان الخضاب نازل 9.5، أي نار 1.3، وسبب كبد البي والسي كانوا سلبيات. البي اتش عالي كان 1235، الـ ALB 606، الألكالين فوسفاتاز القلوية. طيب وقف هون دكتور بعد اذنك. يعني بالنسبه للحاله يبدو انه حاله شوي معقده، في عده شغلات. بالنسبه لموضوع اليرقان، حضرتك ذكرت اليرقان ثم يعني اكتشفنا انه في تورم مؤلم الطرف السفلي. اصابه رئويه، يعني انا عم بلاحظ انه في عندنا اصابه على مستوى 3 اجهزه تقريبا. بالضبط، فبصراحه حاله معقده يعني قصتها. حتى اول شيء في عندنا صراحه عم نحاول نربط بين السريات الموجودة، يعني بين اليرقان وبين موجودات صوت الصدر هي موجودة قدامكم الشاشة مع الدي في تي موجود في القدم اليسرى. ممكن شرح لصورة الصدر، شو شايف بصورة الصدر أنت؟ صورة الصدر كانت عبارة عن في كثافات مثل دائرية أو متخرجات صغيرة منتشرة في الساحتين الرئويتين أشدها في اليمين. طيب ممكن يعني ممكن نقرأها بشكل نحن نموذجي. أنا بحبكم دائما صورة الصدر بشكل نموذجي. نعم، بشكل نموذجي. ABCD. ABCD، الايروي الطرق الهوائية الرغامة على الخط الناصف. البي البونز الموجودة ضمن الطبيعي. بريثينج أو البريثينج. بريثينج. البريثينج نعم. طلع رئتين. البريثينج، الرئتين في كثافات منتشرة بشكل دائري في الساحتين شدها في الرئة اليمنى. السي السيركوليشن الدوران المشعر القلبي يعني ضمن الطبيعي نحسن نقول لك مشعر. الدي هو الدي ديفرام الحجاب الحاجز. نعم ديفرام، يعني ما كثير واضح بصراحة بسبب وجود الكثافات منتشرة حواليه، يعني نحسن نقول انه يعني ما في ارتفاع في الحجاب او في المكان الطبيعي. لا ممكن باليسار، ممكن يعني الزاويه ما هي واضحه بصراحه. هو ذاتا من الـ من الـ من الكثافات الموجوده هنا. نعم اليسار الطرف الثاني. نعم طيب هون اذا يعني نرجع للحاله، يرقان معناتها احساب الكبد او الطرق الصفراويه. نعم عندنا الامور الساحه الرئويه كمان على حساب الرئتين، في عندنا كثافات منتشره بعض دائري فعلا انا شايف يعني اشر على الدائره هي بالنص بالسره اليمنى واللي فوقها واللي فوقها ايضا، هذول كثافات دائريه يعني. نعم الامر الثالث انه في عندنا تورم مؤلم واللي اثبته الايكو دوبلر للطرف السفلي هو الدي في تي. نعم هلا انا اذا طلعت على هي الصوره يعني بعتقد انه في تشخيص تفريقيه كبيره. ما بعرف اذا على الشات يكتبوا الشباب ايش ممكن تكون يعني شيء متوافق مع هي الصوره. في كثير تشخيص تفريقيه اذا طلعنا على هي الصوره. انا ممكن يعني احمد سرميني عم بيقول هي تي بي. طيب هلا ممكن معنا الدكتور احمد الحسن، اعتقد اخصائي صدريه، دكتور عمار قيصوم ايضا من اطباء مميزين مقيمين صدريه. مين معنا كمان شباب اخصائيين صدريه؟
الدكتور عبد الرحمن كمان عم بيقول انه ممكن يكونوا صمات انتانيه حاجات او صمات انتانيه تماما. السلام عليكم. عفوا دكتور وسيم، بس ليش طلبوا لها ايكو قلب بالبدايه يعني المريضه هاي يعني ايش السبب يعني؟ حياك الله دكتور. اسمك مكتوب لمار عنا الدكتور عيسى الخليل. حياك الله. اهلين دكتور عيسى. اهلين دكتور عيسى. نرحب بالدكتور عيسى. الدكتور عيسى مشرف بشكل مباشر على الحاله، ممتاز. هذا حتى هو الدكتور عمار ديسون، دكتور حسين، مشكورين موجودين معنا. طيب سؤال جاوب عليه، انه ليش طلبتوا ايكو قلب يعني بهيك حاله؟ ايش السبب؟ شباب عم يحكوا يعني التشخيص التفريقيات شات. صراحه بعد صوره الصدر عملنا نحن كمان طبق بدون حقن وشفنا هلا راح اضغطهم قبل الطبقي. يا حكيم الله يرضى عليك. اي نعم. تستعجل كثير. هل الصوره هيدي هل تستدعي ايكو قلب؟ نحن كمان في استقصاءات ما لازم نطلبها. اي نعم. دكتورنا بصراحه ايكو قلب طلبناه بعد الطبقي بعد ما شفنا المنظر. ممكن شكينا بصراحه في شيء مثل صمات مثل انتانية أو كذا مشان ننفي التهاب. طيب ما مشكلة. طيب نرجع للحالة. أنا رأيي دكتور عيسى يعني بقصة ترفع حروري إذا ما انكشف السبب ممكن نطلب إيكو قلب لننفي التهاب شغاف، لكن يبدو أنه فيما بعد توجهت أنه ممكن لا. دكتور وسيم، هو القصة يعني أنه التهاب شغاف يعني ما هي المريضة دراج أبيوزر يكون يعني باليمين يعني التهاب شغاف أيمن قلب أيمن تنتقل على الرئتين، يعني هاي النقطة بده ينتبهوا إلها، يعني إنه المريضة ليست دراج أبيوزر أو شيء تنشك بالتهاب شغاف قلب أيمن وبعدين بينتقل للرئتين أو شيء. والمريضة بصراحة قصتها غامضة يعني بشكل يعني ما بعرف، في قصة ارتفاع بالأوربين قديم أو شيء أو كذا. ما بصراحة أنا ما أخذت القصة يعني من شفت المريضة، ما واعية كتير كانت، ومرافقين ما شفتهم، بس حسب ما قالوا لي قبلاني انه في قصه يرقان سابق والليفر بروفايل كله مش على الهيباتايتس كله نيجاتيف، فاحنا كنا مرجحين بالبدايه ندرسها من ناحيه الاتوميون ديس اوردر او شيء او كذا، فهي كان توجهنا بصراحه يعني. بعدين طلعت الصور هاي عنا. تمام. الفكره انه المشكله الهضميه أو الكبدية، الواضح إنه في عندنا تنخر كبدي، وظائف كبد مرتفعة تقريبا أكثر من ضعفين، البيلوروبين مرتفع حساب المباشر، وهذا يؤدي إنه مشكلة كبدية وليست قبل كبدية. ممكن تكون بعد كبدية، لكن إيكو البطن عم بيقول إنه هو طبيعي، فقط طلع في عندنا انصباب جنب، يعني ما في عندنا طرق صفراوية شيء، فما زلنا بموضوع الكبد. الفوسفاتاز قلوية مرتفعة، ممكن ترتفع بالطرق الصفراوية. المشكلة الثانية الفوسفاتاز بالنسبة هون، حتى بالنسبة لعمره يعني ممكن تكون يعني بعمر يعني النمو طفلة لساتها ممكن ترتفع تكون الفوسفاتاز القلوية هون، ما تكون سبب انسدادي أو شيء. تمام. الـ LDH مرتفع. LDH يعتبر من الأنزيمات العضلية الكبدية، فممكن يرتفع بعد نفي الانحلال. الخضاب 9.5 ما بعرف، يعني كمان كان لازم نعمل شبكيات نتأكد إنه ما في فقر دم انحلالي مع ارتفاع الـ LDH. الـ DVT كمان يعني عند صبية عمرها 12 سنة كمان هي شغلة جديدة وغريبة إنه يصير DVT. في مؤهبات يعني ثلاثي فيرشو دكتور عبد الحميد، إيش سبب DVT؟ أو صراحة السبب الـ DVT غامض. المريضة تخرجت من عنا وراح ترجع، يعني في تواصل مباشر بين دكتور عمار والأهل، راح يرجعوا وراح يعمل له مناعيات نشوف ايش السبب. تمام. يعني قصدي انتوا كدي في تي ايش توجهتوا؟ نحن بنعرف ثلاثي فيرشو هو عباره عن، يعني بتعرفوا ثلاثي فيرشو؟ اي ثلاثي فيرشو يعني اضطراب في الاوعيه والموجودات الدم وركوده، يعني شغلات مؤهله للدي في تي. ركوده واضطراب بالبطانه العيويه. البطانه العيويه اضطراب دموي يعني مؤهله لتخثر الدم. تمام. يعني المريضة ممكن تكون هيدي تعبانة صلى فترة أسبوع مثلاً زمان متشطحة بالفرشة أو مشفى تاني ما بنعرف نحن شو السبب. المريضة السبب أو كدائماً أي مريض شاب عنده خثار طبعا ما يتزوج المريضة، ما هيك؟ ما يتزوج 12 سنة. شاب كتبوا على الخاص إنه يكون مانعات حمل، لا ما يأخذ مانعات حمل. أي مريض شاب عنده خثار وريدي أو شريانية يجب أن دراسته
لمؤهبات فرط الخسارية. فرط الخسارية، أسباب فرط الخسارية ممكن تكون مناعية، ممكن تكون وراثية أيضا، مثل مثلا عوز بروتين سي وإس وأنتي، ممكن أنتي فوسفولبيد حتى، يعني لازم نحطهم بذهننا. الصورة الشباب حطوا تفريقية رائعة، الله يجزيه خير والله، يعني ما توقعت هيك يكتبوا، اللي هن السل الصم الرئوية. دكتور عبد الرحمن توجهه يعني أعتقد دي في تي مع زلة تنفسية أو مشكلة رئوية، فتوجه الصم الرئوية. ما بعرف دكتور عيسى، دكتور أحمد شو رأيكم؟ يعني ممكن يكون الصم الرئوية ظهر بهيك يعني صدري؟ أنا أعتقد ما في. والله دكتور وسيم احنا هاي ما صم رئوية، ما في بالعادة، ما بتكون هيك بالمنظر أبدا، ولا ناحية تي بي. يعني تي بي بصراحة يعني مستبعدين، وكنا بالنسبة لناحية التطور السريع بالصورة، وثاني شيء بالشكل هذا، يعني ما بيجي خلال 5 أيام المريضة أو أسبوع تجي بالشكل هاي صورته. بس احنا يمكن نتذكر الشباب هاي ثاني حالة تجينا بالشكل هذا صاعق، عندنا كان حالة بهجات نفس المنظر يعني، وأنا شايف واحدة قبل حالة تقريبا التهاب شغاف قلب أيمن وتي بي ونفس المنظر، يعني يجي منظر صاق بشكل خراجات متعددة منتشرة بالرئتين. نعم. ممكن المريض عنده يعني سبب مستبطن التثبيط مناعي، هاي لازم تندرس من الناحية المناعية بصراحة. نعم. يعني وبعد بيقول إنه ممكن يكونوا نقائل، يعني أنا برأيي والله كلامه صحيح، يعني نقائل يعني احنا نفكر بالعمر هذا يعني من ناحية الساركومات او هافات نسج رخوة، بس ما بتعطينا بها التطور السريع هذا. يعني المريضة حالة انفكشن، يعني حالة سريرية سيئة وحرارة يعني سبحان الله، يعني في مشكلة ما في عندها مصدر، يعني بصراحة اندرست من النواحي الثانية ما في اي مصدر يوجه لوجود نقائل. انا حاسس في مشكله في التحاليل، يعني حتى السي ار بي 10 يعني غريبه شوي. سي ار بي عالي فوق ال 150 كان، ما هو 10 ابدا، كان عالي اول ما اجت يعني. طيب اي بجوز كان بعدين صار السي ار بي عالي. تمام، فانتقل يعني للاستقصاء اللي بعده، هو طبقي محوري الشباب. عفوا دكتور وسيم، السلام عليكم. وعليكم السلام. عملنا تحليل كوفيد في المريضة. تحليل كورونا يا شباب نعمل؟ تحليل كورونا على علمي والله ما أعتقد نيجاتيف نعمل، يمكن دكتور وسيم يمكن نعمل نيجاتيف في شيء. يعني هذا أسهل شيء يا من حاليا. طيب هذا طبقي محوري، دكتور عيسى تفضل اشرح لنا ايش الموضوع. يعني مثل ما ملاحظين احنا تقريبا آفات دائرية يعني بشكل خراجات صغيرة منتشرة بالرئتين، أشد ما تكون بالأيمن، ما في شيء ثاني غير هالأمور. احنا بصراحة نطرح تشخيص تفريقي كآفات ممكن مثل ذات رئة بالعنقوديات أو آفات فطرية أو شيء، يعني ما أكثر يعني هالمنظر هذا. التي بي يعني مثل ما قلت لك شفنا حالات سريرية مع مرضى مثبطي المناعة يجي بها الصورة وسير صاعق يعني. هي الحالة فيها خراجات يعني بالرئتين، أول شيء بشك فيها العنقوديات المذهبة، في شك تاني يعني في أسباب تانية غير العنقوديات المذهبة؟ دكتور عيسى في سبب إنه ممكن يكون لها الخراجات؟ هلا إذا كان المريض عنده سوابق مشاكل رئوية مثل يكون توسع قصبي، صاير توسع قصبي كيسي يعني، بس هي آفة مزمنة يعني تكون بالحالة هاي، فالمريضة كل قصتها حادة يعني. دكتور عمار شو رأيك؟ نفكر يعني نفكر بالواغنر أو شيء، بس ما بتجي هالكثافات هاي بالحجم هذا وهالعدد هذا يعني. نعم دكتور عمار قيسو، ممكن المتابع الحالي معنا كمان ممكن يكون مثلا هاي الحالة يعني دي في تي، ربط الدي في تي مع الخراجات، ما بعرف إذا في هيك شيء. هلا بصراحة أي حالات انفلاميشن أو شيء يعني حتى من اختلاطات ذات الرئة ممكن يكون الدي في تي، يعني ما هو مستبعد يعني إنه ما بيجي.
انا قصدي انه هل دي في تي ممكن يسبب خسارات وتسبب لنا خراجات؟ يعني السلام عليكم. طبعا الاسباب انه اي انتان للدي في تي ممكن يسبب، حتى في حاله اسمها داء ليمير، هو التهاب بلعوم بعدها يصير عندنا المريض تدهور وضعه، يصير عنده حراره ويصير عنده خثار بالوداج الباطن، ممكن ايضا تنطلق منه صمات وتساوي خراجات. يعني قصدي انه الدي في تي ممكن يطالع صمات ويسبب خراجات. نعم اذا صار في انتان طبعا. شو اسمه هذول؟ عندك الدي في تي عندك منشا خثاري هذا، يعني ما يعني خثرات، ممكن اذا انطلقت خثرات سبب لك يعني الصمات انتانيه او شيء او كذا. ايوه صمات انتانيه انسداد الاورده ومرحله لاحقه يعني. اما كانت يعني ما هو انتان عندك، انتان موضع بالوريد يعني نتيجه كذا اذيه او شيء او كذا حتى يصير عندك تفكر منشا انتاني، هذا منشا خثاري يعني. شو تصرفتوا مع عبد الحميد؟ يعني شو الخطه العلاجيه اللي حطيتوها للمريضه وشلون تطور المريضه؟ يعني المريضه حطيناها فورا على علاج فابتينام وبانكو، حطيناها جلكسان علاجي ميروبينيم مع فانكو مايسين. تمام، انا غطيت العنقوديات المذهبة او اعطيته يعني تغطية واسعة الطيف. نعم تمام. وجليكسان علاجي بالاضافة الى المضادات التخثر. يعني طيب شو تصرفتوا مع الاصابة الكبدية؟ يعني تعامل، يعني خلينا نقول انت قاربت في عنا اذية كبدية. نعم. مراقبة والله بصراحة راقبناها مراقبة الأذية الكبدية. ممكن تكون أنا سؤالي لك، هذا التهاب كبد، هذا التهاب كبد حاد مزمن، إيش تصنيفك له؟ دكتورنا والله يعني على أساس أول شيء شفنا اليرغان يعني فكرنا بالتهاب كبد أول شيء قبل ما نشوف الصدر، بس شفنا التهاب يعني كانت نحن مرتفعة يعني بالقدر اللي تتماشى مع التهاب كبد حاد، فما هو ما أظن له التهاب كبد حاد ولا. طيب شلون بتشخص التهاب كبد حاد؟ يعني هو لازم ننطلق يعني نشيل ننطلق منه حتى نحسن اللاقي هاي الحالة. تعريف التهاب كبد حاد كم ضعف لازم يرتفع الالتا؟ يعني بالعادة يرتفع يعني أكثر من 6-7 ضعف. 10 ضعف. تمام؟ نعم 10 ضعف. ما هاي الحالة ما تتماشى مع التهاب كبد حاد؟ لا تتماشى. نعم. طيب المشكلة الثانية هي أنه يكون التهاب كبد مزمن، صح؟ الفكرة أنه عدم ارتفاع كثير، إيكو البطن جيد، التهاب الكبد بي يعني أهم أسباب التهابات الكبد المزمنة هي التهابات الكبد بي البي والسي كان سلبي. أعتقد أنه يعني الحالة بدها متابعة من قبل يعني أخصائيين هضمية، تغذية كبد أو ممكن طلب المناعيات كون أنه صار عنا. أنا سؤالي هل نزل ضغط المريضة؟ كان ضغطه نزل لما نجيت. كم الضغط؟ كان ضغطه نزل وضغطه 9 كان على 4. في عندك علامات صدمه؟ اي نعم، وفي تسرع نبض كان. طيب معناتها انا برايي مفسر الوضع بحق شيء اسمه اسكيميك هيباتايتس. نعم، خطوره ضغط الكبد الاقفاري. ممكن كان في سياق هاي الحاله. هل تحسنت فيما بعد الوظائف؟ ايه نعم. نعم، وقت طلعت المريضة كانت تحسن أرقام الكبد كويس، اللي رفع يعني دكتور وسيم بدي داخلهم كأنه في خطأ يعني بالمخبريات، لأنه أنا بعد جيت بعد يومين عدت لها الخمار الكبد ما طبيعية المريضة، وبعد المراقبة يعني حتى حطينا على العلاج بعد ما حطينا علاج سلي لثلاث أيام، يعني حطينا 3 أيام بالأسبوع عدت له خمار الكبد طلعت طبيعيه ما في شيء. يعني بيقول الدكتور بعدين حطيناه بشكل يومي على علاج رباعي للسل، فما ممكن ما انعادت او بالبدايه كان في رقم ما بعرف انعادت مره او مرتين يعني. او شيء كانه كان في رقم سريريا يمكن ما كان ما بعرف انا ما شفت اول ما اجت بس ما كان في رقم يعني ما بعرف اذا بس مخبريا او شيء سريريا اذا في او شيء فاحصين الشباب ما عندي فكره. انا الدكتور عيسى طبعا شافها بعد 4 أيام من القبول في العناية. نعم. فاول ما كانت موجودة كان في يرقان صريح يعني. نعم، هي جتنا على الساعة بالليل الساعة 10 بالليل كان يرقان واضح يعني في الصلبي والوجه
شديد غالبا. يعني انا برايي انه المشكله الكبديه هي مشكله عابره كانت من بسبب نقص الترويه، والحمد لله رجعت لحالها، فبالتالي ما في داعي كثير نطلع عليها. خلينا نركز على الدي في تي الصمات الامتانيه. فهمت من الدكتور عيسى انه يعني حطت على علاج سلي، علاج سلي تجريبي. نعم، هو بعد 48 ساعة الدكتور عيسى شاف انه ما كان في تحسن مطلوب، يعني ظلت المريضة حرارة عالية، تسرع نبض، ضغطة ما تحسن، يرقان، فاقترح انه هو حطلع علاج السلي التجريبي. تمام. بعد العلاج التجريبي السلي المريضة تحسنت سريريا حتى مخبريتها. دكتور يعني انا اسف، السؤال هو مهم جدا، انه شو التوجه انه توجهته انه ممكن تكون سلي، مع العلم انه الشباب على الشات يعني حكوا انه احد تشخيص تفريقية سلي. يعني والله دكتور وسيم الحالة يعني ما استجابت، يعني كنا بالدرجة الاولى حاطين شيء الداتريا بالعنقوديات، ما استجابت على الفانك وكذا وشيء، واحنا شايفين، انا شايف كثير مرضى مثل ما قلت لك، هذول الصوره هاي النمطيه كان عندنا قبل نفس الحاله، مريض داء بهجت نفس المنظر تماما وما استجاب، وحتى كان فحص القشع سلبي وكذا، ومع ذلك حطينا على علاج سلي والحمد لله تحسن صورته تمام صارت. فهي قلنا اقترحنا انه نحط له على علاج سلي، وكنا بدنا ننظرها، المريضه بصراحه كان وضع ما يتحمل تنظير قصبي، فحطينا على علاج سلي، وبعد يومين يمكن سووا له تحليل قشع وطلع بوزيتيف تحليل قشع بالنسبه للسل. تمام. هل تم زرع القشع ام فقط حرق اوسيط كوخ؟ والله احنا اعطيناهم عينه فجابوا لنا القشع ثلاث زوائد، فما غالبا ياخذوا زرع، هم يمكن عينه البي سي ار بياخذوا. الفكرة الثانية مو هنا، الفكرة الثانية انه طلع عنده انسباب جانب بزل الدكتور عمار يمكن، والال دي اتش كانت عالية جدا، ال دي اتش السائل كانت 2700. احنا هنا بصراحة ال دي اتش السائل بنخاف من الاورام، اذا كان ال دي اتش عالية نخاف من الاورام. ثاني شغلة ال دي اتش بالسل ما بيكون الا بنسبة ضئيلة جدا جدا يكون مدمى، فكان عنده مدمى، فما بعرف اذا كان داخل بوعاء او شيء او كذا، والالديش العائلة العالية تخوف من الأورام صراحة. لحد الآن أنا من ناحية وضعها بتجه شيء لخباثة مستبطنة أو شيء لحد الآن، يعني رغم أنه وجود السل وكذا واستجابت على السل، بس الواحد لازم تندرس من ناحية الخباثات. نعم. أنا يعني لسه عندي قناعة أنه ما ضروري الحالة يعني تكون يعني بيور، يعني أنه كلهم مرتبطين مع بعضهم، يعني ما هو شرط أنه دي في تي هو يعني تابع للخراجات، او الدي في تي مترابط مع مثلا السل، ممكن هي الحاله يعني بحد ذاتها مسكين المريضه، نزل ضغطها صار عندها نقص ترويه للكبد، صار عندها يرقان، ضلت متشطحه بفرشه صار مع دي في تي الى اخره. كمان يعني لازم كمان يعني نشطح كثير دائما بالتشخيص، وبنفس الوقت نضل حذرين. فشلون متابعه الحاله عبد الحميد؟ يعني بهمنا انه حطيتوه على علاج سلي، صدات حيوية واسات الطيف مضادات التكسر، العلاج جيد يعني صراحة، صار هيك يعني سيطرة كاملة وطلع القشع الإيجابي. فشلون تطور الحالة؟ تطور الحالة بعد علاج السلي صراحة صار في تحسن سريري للمريضة، في صورة صدر كاملة، وحتى في صورة صدر هاي صوت الصدر، هاي قبل العلاج السل، قبل ما ندخل العلاج السل، هون بعد كان في تحسن يعني واضح، تحسن بالمخبريات. شلون الوضع صار؟ المخبريات كمان كثير تحسنت، مثل ما الدكتور عيسى قال، يعني تبع الكبد صار 24 بالوبين نزل صار طبيعي. سي ار بي شلون صار؟ السي ار بي وصل 150، في هي وعندنا بنفس اكثر 150، صار يتحسن، صار ينزل. آخر سي آر بي كان 53 يمكن، بعد 3 أيام أو 4 من العلاج. تمام، ممتاز، يعني في تحسن واضح. تحسن واضح، طلعت السي آر بي 35 لما طلعت في المشهد أو 30 كان. ممتاز. طيب السؤال الثاني بالنسبة للإي إس آر، صار التسفل كم طلبة ولا لا؟
صار مطلوبة كانت أكيد، ما كانت عالية. هل سيتم متابعة من ناحية المناعيات؟ نعم راح ترجع، راح يتابعوا، راح يتابع الدكتور عمر من ناحية المناعيات. دكتور عبد الحميد، في صورة أحسن من هاي الصورة، بعد هاي الصورة في صورة تحسنت كثير عليها. هاي الصورة بعت ليها الدكتور عمار، فأنا سكن في المشفى، لما طلعت الجزء أول ما طلع بيوم ممكن تم تصويره، ما لم أحصل على الصورة أنا. طيب سؤال للجميع شباب طلاب طب وهيك، ارتفاع السي ار بي ايش دلالاته؟ ايش ممكن يكون دلالاته لما نشوف ارتفاع بالسي ار بي؟ التهاب يعني انفلاميشن، انفكشن، تيومر. شد الطبيعي الرقم السي ار بي شد طبيعي اب تو 6، نعم للستة طبيعي للستة. اي حاله يعني بتسبب انفلاميشن ممكن يؤدي لنا لارتفاع السي ار بي، يعني مثل مثلا امراض المفاصل، امراض المناعه ممكن ترفع لنا السي ار بي. الامراض الجرثوميه كنا يعني سابقا هو السبب الرئيسي، بعد ما اجى الكورونا صار مش الرئيسي بال يعني بالكورونا وهي فيروس ارتفاع السي ار بي. فعموما يعني ما عاد هو مشعر يعني دقيق، لكن وجوده بيدلك انه في شيء يعني التهابي، استجابه التهابيه. لا معنى انه بالمتابعه دكتور عبد الحميد انه تطلبوا طبقي محوري مره ثانيه تشوفوا الخراجات شلون وضعها. شاركوا الشباب بعض الاسئله، اعتقد اسئله منطقيه شوي، مثل مثلا هل تم اجراء دوبلر اوعيه للكبد لنفي بوتشي المريض صار عنده التهاب كبد وهيك، وعندنا صمة يعني عندنا دي في تي ممكن. نعم ممكن. الأمر الثالث إنه زرع القشع، مو بس نحن نعمل يعني فحص قشع، لازم كان زرع قشع سواء زرع جرثومي أو حتى زرع للسل يعني. نعم المرض المريض لم ينتهي دراسته ولسه انتظر. تماماً. حكى الدكتور مصطفى أرملي إنه ممكن نعيد إيكو القلب حتى. كان في عندنا حالة وحالة يعني كانت رائعة جدا، طلعت التهاب شغاف، طبعا إيكو القلب الأول كان طبيعي سبحان الله، يعني والشباب موجودين معنا وبيعرفوا إنه أجروا الإيكو بإيدهم كان الإيكو. دكتور وسيم الإيكو القلب بلا مقاطعة لك نعد مرتين تقريبا. ممتاز مرتين طبيعيين. ما ذكر هالقصة فالشباب حبوا إنه كنت التهاب شغاف المريضة بالإيكو الثاني. طيب نشكركم طبعا على الحالة الحلوة والحالة قيد الدراسة، ونتمنى أن تتابعوا بالتشخيص. الحالة اللي بعدها تفضل. هي أنه ممكن تكون صمات ثانية أو في صمات في الصورة صورة الصدر، فهي أسباب الصمات ثانية قد تكون اندوكارديتس في الشراف، خاصة مشاكل الصمام التكاس بالسل الشراف. ممكن تكون دي في تي، ممكن ان يطلب صمات في الرئه، ممكن القسطره المركزيه، ممكن البيس ميكر، واشياء اسباب الصمات الثانيه ممكن تكون في السله والعقودات المذهبه بحد ذاتها ممكن تكون صمات ناتجه جايه من دي في تي بعقودات مذهبه ممكن يعني، والسودوموناس. برافو عليك والله، سلايد حلو جميل جدا. هذا الله يجزاك الله يجزاك خير دكتور عمار بعث لي اياه اللي ضيفه المحاضره. تمام. فاذا بتلاحظوا يعني مريضتنا يعني جامع المجد من اطرافه، ممكن تكون انفكشن ستاف بسيدوموناس كليبسيلا او ممكن يكون حتى الدي في تي نفسه. ما المريضه ما يدرك ابيوز، يعني نقول انه اصابه اندوكاردايتس على حساب المثلث الشرف. ولو انه دكتور عيسى يعني سبحان الله مريضتنا اللي عم نحكي لكم عليها هي ما يدرك ابيوز، لكن غالبا دخل الى الانتان من المشفى يعني عن طريق الأوردة يعني الوريد الأوردة المحيطية. فدائما حطوا بذهنكم الأوردة المحيطية البيس ميكر أو الأوردة المركزية ممكن تدخل إنتانات بالعنقوديات المزهبة. نعم حالة جميلة، دائما يعني حالات تعملوا يعني تعالجوها وتدبروها بشكل سيستماتيكلي، تشوفوا كل المرض وش أسبابه، مثل مثلا شايفين هالسلايد هذا بيحل لنا كثير
يعني قصص. ما بيجي هذا السلايد إلا بعد بحث، يعني بدك تبحث عن أسباب هيك حالات. وممكن على فكرة نعتمد، ممكن هي تكون الحالة تبعيتك نادرة، ممكن تدور عليها على بب ميد، إنه مثلاً case report of كذا مع كذا، DVT مثلاً مع خراجات رئوية، DVT مع سل. أنا شفت case report مرة عن ترافق ثلاث أمراض، كورونا وأسبرجيلوما وإنتان بالكليبسيلا، يعني جرثومي فيروس. يعني ممكن ترافق، يعني كثير شغلات تترافق مع بعضها يعني وتتسجل كريبورت. بحث الدكتور عمار انه في، شاف انه في دراسات انه ترافق السل الفعال والشديد مع الدي بي تي بنسبه 1.3% 11%، ما هيك دكتور عمار؟ 1.3% والله لا، لل 3%، بين 1.5 ل 3% يعني، مع صمات ومع خسار. سبحان الله، ما اعتقد يعني كمان موضوع السل صار يعني هيك مرجح انه يكون سبب كل هالحالات. يعني ما زلنا كلياتنا ما لنا راضين عن التظاهر السريع يعني هو خلال 9 ايام. طيب ننتقل للحالة اللي بعدها. الحالة اللي بعدها مريض 50 سنة، توافق قصور قلب كبد وفاتوتر شرياني، رجعنا بقصة زلة تنفسية على الرحم من 3 ايام. فحص سريري كان صورة خفوت أصوات تنفسية وقلبية، صدر برميلي، وزمات شديدة في الطرفين السفليين. الاستقصاد إيكو قلب كان عنده 20 إي إف، صوت الصدر هي ظاهرة قدامكم، والإي سي جي تسرع قلب جيد كان موجود فيه. المخبريات سي آر بي 11 كرياتين 1.3 يعني ضمن الطبيعي مخبرياته. شو هذا الجهاز شباب اللي شايفينه بصوت الصدر؟ طبعاً اقرأ لنا صوت الصدر بسرعة. صوت الصدر الطريق الهوائي الرغامة عن الخط الناصف، البريثنج الساحتين الرئويتين أقرب للطبيعي، في احتقان سرتين، ضخامة مشعر قلبي أكثر من 55%، والحجاب الحاجز في ارتفاع في الأيمن شوي. الشباب كتبوا إنه هذا الجهاز هو CRT، شو رأيك؟ هو CRT ولا بطارية؟ والله الجهاز ICD أظن، ICD بطارية. Intracardiac defibrillator. Defibrillator أنا. تمام. الله CRT synchronization هاي. Cardiac resynchronization. إعادة التوعية. تمام. أنا والله صراحة ما بعرف الفرق بيناتهم، ما بعرف في حدا بيحسن. هو كثير بيشبه بعضهم، الطارية البيس ميكر والآي سي دي، بس شوي أكبر بيجي الآي سي دي. هذا غالبا آي سي دي، هذا المريض غير متوجه الصراحة يعني. تمام. انا ك يعني راح اسالك سؤال، بقصور قلب عاده ايش بنركب، سي ار تي ولا لا؟ ممكن الاثنين يستخدمون، بس الاي سي دي يعني صراحه بتفضل. تمام. يعني السي ار تي هو من علاجات قصور قلب الخط. نعم. الخط يعني الخطوط الاخيره. اي سي دي اي واحد صار عنده رجفان بطيني، تسرع بطيني بحياته، يفضل يحط له اي سي دي، هذا الشيء بيخفف تنازل الرجفان. الدكتور عبد الرحمن عم بيقول انه هذا غالبا نازع الرجفان لانه على البطينات، ما عندي فكره يعني، مشان ما اعطيكم جواب. اذا حدا دخل من اخوتنا ممكن يعني نسال اخوتنا القلبيه. اللي بيهمنا انه الحاله ايش تقييمك لها، يعني ايش التشخيص؟ التشخيص دكتور هو غالبا والله فرط حمل، كان في وزمات شديدة طرفين سفليين وزل يعني وزل مزدود. القلب حاليا جيبي موت جيبي خلينا نقول يعني. نعم. صار معه والله. هو بصراحة جانا المريض من طبيب قلبية من عيادة، كان أدويته ما مضبوطة، مع الدلة أدوية ضايف له الجوكسين ضايف له، ضبط له أدويته القلب وبيعته عنا بس مشان اللازكس وريدي
في تحسين حالي عامة. هات لنشوف شو حطيته على خطة معالجة. محطوط بصراحة هو اللي مثل لك دكتور قلبي حطه، ما حطه على بيزوفرمو. انت ايش حطيته يا دكتور؟ ايش بدنا نحن حطينا لازكس وريدي الكترون بيزوكور اسبرين وتراز وديجوكسين وجلكسان وقائي. ديجوكسين حطيت له ديجوكسين؟ اي ضايف له طبيب قلبي اللي زايره قبل شوي قبل ما يوصل لعنا كان ضايف له ديجوكسين. طيب ما كان عنده شفنا زين المريض، ليش ضايف له ديجوكسين؟ ضايف له ديجوكسين انه المارس يعني ادويته القديمه كلها موجوده الخطوط الاولى لصور القلب اضافه له. يعني بالمناسبة بموضوع الديجوكسين كان محطوط بالجايدلاين القديم كخط أخير لما ما يستفيد المريض على كل العلاجات، حالياً تم يعني شيله من الجايدلاين فقط نحط الديجوكسين إذا في عندنا رجفان وزيني. بعد المريض ما في داعي نحطه على الديجوكسين أصلاً، ندخله باختلاطات التسمم بالجوكسين. هو بالأصل يعني المريض عنده أمراض مختلفة، فأنا موافق حط له لازكس. عندك تون اكيد موافق، بس ما اشتك حطيت له اس انهبيتور. كان موجود رامي بريل. اي موجود رامي بريل تمام. اس انهبيتور حاصر بيتا. الشباب بيسالوا انه ليش حطيت حاصر بيتا والمريض عم تقول في عنده فرط حمل. المريض حطينا له مدرات نحن، وهي اديه يعني ما راح اوقف له الحاصر بيتا، هو الخطوط الاولى لعلاج قصور القلب. تمام. يعني انا سؤالي بس انه فرط الحمل مو برئتين حاليا، ما في عنده لا خراخر رقبه تمام؟ في خراخر نعم، بس في شويه خراخر يعني ممكن تكون رئويه. طيب اذا في خراخر تفضل تاجيله شوي لما يتحسن المريض، ممكن ندخل حاصر بالتبادل. نعم تمام. فينا نضيف هون دواء اسمه امباجلوفلوزين، حاليا من ادويه قصور القلب الاساسيه والخط تمام، اللي هو مثبطات ناقلات صوديوم وغلوكوز. آلية التأثير فيها انه بتطرح الماء والصوديوم حتى لو كان المريض ما عنده سكر. انتبهوا يا شباب، حتى لو كان المريض ما عنده سكر. طيب اصبح الخطوط الاولى اللي عندنا نعم. طيب كنت بدي اسالك على موضوع اللازكس، حطيت الجرعه 120 يعني ثلاث مرات. بدي هاي ملاحظة مهمة، بشوفكم بتحطوا أحيانا كتير 20 ميلي جرام، يعني جرعة خفيفة 20 ميلي جرام. 40 ميلي جرام فما فوق، 40 ل 80، 80 ل 160 هل هي، بس إنه تكون الجرعة في المرة الواحدة على الأقل 40 ميلي جرام. تمام شباب؟ دكتور نشد الجرعة اللي حطيتها؟ 25 ل 50، يعني معك ل 50 ميلي جرام بقصور قلب. أنت بنستخدم جرعة الألدكتون 100 ميلي جرام عادة؟ المية مستخدمه في الحبن والمشاكل تشمع الكبد. تشمع الكبد. إيه صلب القلب قال ما نحصل الجرعة. طيب. في استطباء نعطي المريض هذا مضاد تخثر؟ كونه بالمشفى والراشد. هلا كونه في توسع ممكن في بعض القلب توسعين. ممكن نعطي والله يعني ما في صراحة عندي معلومات كافية، بس ممكن. انت بنعطي مضاد تخثر لمرضى قصور قلب، يعني شو هو الاستطباب العادي؟ سؤال للجميع بس مو لك. نعم. في رجفان وزيني هذا اول. نعم. او اي استطباب رجفان. اي استطباب بيؤدي لوجود خساره دي في تي صمم رئويه هي. والله باعتلال العضله القلبيه التوسعي ترى ممكن نعطي. ممكن. نعم. نكون صريحين، لكن هو ما هو يعني سموها هيدا ما هي evidence based، يعني ممكن نعطي لأنه أحيانا فعلا التوسع القلبي الشديد ممكن يسوي ركودة، يعني خاصة المريض هذا كبج سابق وعنده قصور قلب ejection fraction بالكاد 20% عفوا، فممكن يؤدي إلى ركودة بغض النظر عن شاد فاسكتان عمر. لا مانع برأيي انه تحطه على ريفاروكسابان هذا المريض على هذا التوسع الكبير كثير عنده. نعم. وهو يعني الاسبرين عم ياخذ صح؟ عم ياخذ اسبرين. نعم.
والتراث. اضافه شحوم عم بياخذ. نعم. تمام. بالنسبه للاسبرين، مشاهده الاسبرين مع الريفروكسابان لا مانع فيها، كون المريض انه ممكن يكون في عندنا يعني حاله يعني المعالجه الثنائيه مشاركتها بحالات محدده، انت مثلا هون مع ممكن خطر الخساره الكبير عنده يعني. لكن اذا كان عنده متلازمه اكليليه حاده ممكن بعد السنه نخلي المريض على ريفروكسابان، بيؤدي يعني فعاليه الاسبرين يعني. نعم. طيب الحاله اللي بعدها في هون سلايد تابع الحاله، يعتبر عضلة قلبية توسع. المريض في قصة دراسية صراحة، في يعني كذا شخص بالعيلة عنده بدون أقفار وكذا، في عنده قصور قلب. صح يعني حتى الحالة 50 سنة وعنده قصور قلب. أيوه. ونبلش ما بالأربعين، وفي عنده أخوته نفسه. صح. آه تمام. أعتبر عضلة قلبية توسع يمكن يجي بشكل وراثي. نعم. شو الوراثة تبعيته بتعرف؟ دومينانت. تمام. دومينانت. تمام. لذلك يعني ممكن نفحص حتى يعني افراد العائله الثانيه ممكن يكونوا غير عرضيين، كان يراجعوا العياده القلبيه يعملوا ايكو قلب على الاقل يعني. نعم. طيب الحاله اللي بعدها، انا مريضه 54 سنه راجعتنا بقصه تغير معي تدريجي خلال ايام، توابق تشمع كبد على ارضيه الجيب كبد سي، قصور كلي مزمن، فاتوره شرياني وسكر رمد ثاني، ومساك منذ عده ايام. فحص السريري كان فيه كدمات وبقع على اليدين، جلاسكو 11، صوره الصدر كانت طبيعيه، مخبريات الصفيحات كانت 150 اكثر شيء يعني، والان اي الصوديوم كان 116، خضابه نازل 6.2، كرياتينين هي مع قصور كلى مزمن 5.4، البومين 2.5، ال دي اتش 550، سي ار بي 44. قد يحيلك الموجودات مع التي تي بي وال ما في حبل، ما في حبل عند المريضه، ما هي ما في حبل لا. نعم. طيب يعني بصراحه الحاله كمان شويه معقده على بعض، شويه معقده. مريض سكري وعنده مريض قصور كلوي مزمن، شو سبب القصور الكلي هون عنده؟ غالبا والله اختلال كلي سكري هون. اشياء سبب القصور الكلوي المزمن في العالم هو السكري، بس لازم يكون عند المريضه اعتلال شبكيه، فهي لازم تتاكد انه هو السبب السكري ولا والله في اسباب ثانيه. تمام؟ نعم. الامر الثاني، الـ HCV هو من الامراض او الفيروسات اللي لها تظاهرات خارج كبديه كثيره، يعني ممكن يصير التهابات الاوعيه، الليمفومات، السكري، ممكن يعمل سكري. برافو عليك. الـ HCV نفسه، بورفوريا، الحزاز المسطح، يعني مرض له تظاهرات خارج كبديه ينتقل يتحول لسرطان بشكل مباشر دون مرور بمرحلة التشمع. الشاهد انه الحالة عندها تشمع وتغيم وعي، فاول شيء فكرت نعم. شو هو؟ فكرنا والله بال اعتلال الدماغ الكبدي. اعتلال الدماغ الكبدي، برافو عليكم، يعني هذا قصة كلاسيكية. المخبريا الشباب فقر دم، عندنا نقص صفيحات، نقص صوديوم، القصور كلوي معروف عند المريضة يعني، ألبومين نازل، كل هاي الموجودات كلها يعني ممكن نشوفها بسياق الأمراض المريض، الفقر الدم، قصور كلية مزمن، التشمع الكبد بيعملنا مثلا نقص بالصفيحات، تثبيط نقوي كامل، نقص الصوديوم حتى في سياق مثلا تشمع الكبدي أو قصور كلوي المزمن. لكن هل نقص الصوديوم هو سبب تغير وعي؟ بصراحة أنا يعني ما بحس تكون هاي الحالة. عجب، الصوديوم هو سبب تغير وعي ولا الاعتلال الدماغي الكبدي هو سبب تغير وعي؟ طلبتوا شيء تحليل بيفرق لكم بيناتهم؟ بين ايش هو يعني شلون بدك تقول انه هذا التغير وعي سبب اعتلال دماغي؟ في تحليل مطلوب عادة؟
والله عادة بس إنه نحط علاج تجريبي، يعني نحط شوية سيرومات من فيه مع مراقبة. جاوب تحسن عشات. ممكن تطلب تحليل اسمه الأمونيا. الأمونيا إذا مرتفعة تترافق بالتلال الدماغي. طيب في سؤال تاني، إنه هل المريضة عندها متلازمة كبدية كلوية؟ هاي تجمع كبد أو القصور الكلي؟ انسى إنك أنت يعني أنت متوقع إنه القصور الكلي سكر؟ عادة يعني بيكون في حبن المريض. أول وحدة أول شغل لازم يكون في حبن. برافو عليك. نعم. المريض ما عنده حبن. لازم تنفي الأسباب الثانية. دائما تشخيص متلازمة كبدية كلوية بنفي الأسباب الأخرى. هات لنشوف شلون تصرفتوا مع هاي المريضة. والله المريضة دكتور حطيناها على الصدات واللاكتولات وشوية سيرومات ملحية مع مراقبة خاص نص ملحي مع مراقبة مشان موضوع كلوي ما تكون وزنة وكذا رئوي. تحسن أرقام الصوديوم وتحسنت المريضة وصحت وأمورها صارت منيحة على اللاكتولات والمتنجزول والسيروم الملحي. طيب السؤال لك، نقص الصوديوم هون شو تصنيفه؟ نقص الصوديوم مع نقص فرق صوديوم. نقص صوديوم مع نقص حجم ولا نقص طبيعي الحجم؟ عادة بالتشمع الكبدي هايبرفوليميك هايبونات يعني عادة ايه نعم تمام. اما الان ايش؟ الان والله هايبرفوليميك هايبونات شلون عرفت هذا الشيء؟ المريضة الدكتورة متجففة، المريضة كانت سوار من عدة ايام او ايش ولا شيء. ما في وزمات كان عندها؟ ما في وزمات لا ما في وزمات ما في حبن. طيب شو سبب التجفاف عندها؟ التجفاف انه سوء حالة عامة وسوء نقص وارد. نقص وارد ما بتاكل يعني؟ ما بتاكل ولا حتى شرب ضعيف. طيب مسهل شيء؟ ما في ما في سهل مساك ما عم ساك من بعد مراجعة نزف هضم ما في لا طيب. شو هي محرضات الاعتلال الدماغي الكبدي؟ كان نشتغل على المحرضات ولازم ننفيهم واحد واحد. نعم على جبهات شوي تبون شات شو إن محرضات الاعتلال الدماغي الكبدي من خلال المحرضات بتعالج المحرض. نعم. يتحسن المريض. أحط السلايد لهلا بس ما راح أقله بعدين طالب في جاتش. يلا خلي يكتبوا الشباب كتبوا شباب. طيب أنت أعطيت صدات، أنا أحييك إن أعطيت صدات، بس إيش الصد اللي حطيته؟ دائما بالاعتلال الدماغي الكبدي بنعالج السبب، بنعطي صادات وبنعطي لاكتولاك. شو الصاد الحيوي اللي استخدمته؟ يا دكتور عبد الحميد شو الصاد الحيوي اللي استخدمته؟ دكتور عبد الحميد هل تسمعنا؟ سامعني؟ ايه عم نسمعك تمام. فرنا بقول الخط الأول هو ما هو المتنجزول بس بسبب إنه غير متوفر الخط الأول. شو هو الخط الأول؟ هو المتنجزول يعني يعتبر خط ثاني. شو هو الخط المتوفر؟ ما سمعناك. ريفك زامين الأول. تمام. ملاحظة مهمة طبعاً كلها تكون شفتوا نزلت النسخة الأخيرة من مكساب 19. ريفك زامين. ما عاد حدا يستخدمه بسبب تأثيراته الجانبية الشديدة. حاليا الخط الاول هو الريفاكسيمين. طبعا الريفاكسيمين مو متوفر بالسوق السوريه، عم نستخدم بداله فلاجيل على خجل يعني نعم. ليش استخدمته فلاجيل مكتوب بالاب تو ديت، لكن مو هو الخط الاول. نعم الاول هو الريفاكسيمين. الريفا شو فاته دكتور عبد الحميد؟ يعني ليش نعطي صاد حيوي؟ يعني هيك سؤال منطقي واحد ممكن يسالك اياه يقول لك نعم. عندك انت ليش تعطي ريفاكسيمين صار تعطي فلاجيل ما بعرف ايش؟ دكتورنا المريضه عندها امساك والفلورا في الامعاء الجراثيم ممكن هي بتفكك تزيد انتاج اليوريا يعني، فانا بعطي فلاجيل عشان تخفيف من انتاج اليوريا من قبل الامونيا. الامونيا انت عالج الجراثيم تقول له وقفي انتاج اليوريا. بالضبط الامونيا نعم ما نزيد الامونيا تمام. برافو عليك. الأمر الثاني اللاكتولاك هو مشان تطرح الأمونيا من الجسم. نطرح نعم. شو أعطيت اللاكتولاك؟ مريضة غايبة على الوعي، أعطيتها فموي؟ عن طريق أنجوتيوب والله ركبت أنجوتيوب بعد يعني.
أو شرجي إذا بدك شرجي. ممكن شرجي. تعرف شلون تعملها شرجي؟ شلون طريقة تحضيرها؟ لا والله. شرجي مين بيعرف شباب؟ يفتح الميكروفون ويحكي لنا شباب سنوات متقدمة. لو بس سلايد اللي بعده. نعم. هي كان في صورة هي بصراحة ما وصلت المريضة. كان في مثل بقعة في دماغ يعني حطيت صورة مشابهة تقريبا. نعم ما يسبب نقص الصفيحات نقص الصفيحات نعم. صحيح نقلت صفيحات سؤال مهم لا ما قلنا طيب برافو عليك يعني ما يعني ما 50 يعني رقم مريضة ما تحت 20,000 وما في نقص فعال يعني عندها بالضبط موضوع النزف ضروري هذا مثل ما حكى عبد الرحمن 300 ملي ضمن 700 ملي سيروم ملحي 300 ملي ملحي مضبوط عبد الرحمن نحطه بسيروم ملحي و 300 ملي هي الـ يعني الـ علبة البلاك نفسها بنحطها بنضيفها ل 700 ملي بنفضي شوي من السيروم الملحي بنحقنها عبر الشرج بشكل دفعات تمام هي لما المريض بيكون غايب عن الوعي بفيدنا انك تعطيه اما شرجي وانا بشوف الشرجي اسرع يا شباب او عبر الانجيوتيوب 45 ملي كل 6 ساعات مثلا امتى بتقول للمريض تحسن مريض اعتلال دماغ كبدي لما يتحسن سريريا واعي يصير واعي تمام الله لازم نطفي التسجيل بدي اقول لكم كلمه تمام اذا لازم يخرج المرتين حتى نقول انه برازين طريين على فكره لازم يكون برازين طريين نعم تحسن الوعي طيب انا راح افتح ميكروفون مع الدكتور عبد الرحمن دكتور عبد الرحمن تحسن تفتح ميكروفون السلام كلمتين هيك عن موضوع معالجه يعني نقص الصوديوم او مقاربته عند هيك مريضه او شلون بتعالجه انت مريضه عرضيه صراحه وتغير وعي وانا يعني بحب صراحه ناقش هاي الحالات لانه احيانا بتكون نوعيه انك تعالج هيك الحاله تفضل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دكتور وسيم هلا بصراحه اول خطوه في مقاربه نقص الصوديوم هي نميز انه هو يسوي الحجم ولا مفرط الحجم ولا ناقص الحجم شلون هاي المريضة بصراحة ظاهريا لازم يكون مفرطة الحجم بس سريريا الدكتور بيقول نقص الحجم بسبب سؤال عامل ونقص وارد فموي هلا لو كانت مفرطة الحجم فالعلاج الأساسي هو المدرات رح نعطيها مدرات وممكن حتى تعويض الملح بكميات قليلة لحتى نحسن لها مستوى الصوديوم طبعا الأرقام اللي لازم نحسنها هي 8 إلى 10 مكافئ خلال 24 ساعة رفع الصوديوم يعني 8 إلى 10 مكافئ خلال 24 ساعة بالنسبة لأسباب ناقصة الحجم مثل مريضتنا التعويض الأساسي هو السيرومات الملحية طبعا مع زيادة الوارد وأيضا الملح بالنسبة لنقص الصوديوم سوي الحجم العلاج صراحة بصير أصعب هو حسب السبب نحاول نقارب السبب وبناء عليه يتم رفع الصوديوم من خلال استخدام شو السيروم اللي بيعوض لك الصوديوم وما بيعوض حجم يعني السيروم النظامي التوتر هو السيروم الملحي النظامي التوتر أو نستخدم سيرومات 3% إذا كان تماما أنا قصدي هون المريضة تبعيتنا بحاجة سيرومات أنا هذا رأيي مريضة عموة هو ناقصة الحجم ممكن نحن نعمل مثلا إيكو دوبلر للأجوف السفلي نشوفه إذا عبين خمس إذا متوسع ما بنحسن نعطي سوائل عملنا إيكو عند حبان ما بنحسن نعطي سوائل فمنا نقدم مئة ملي 3% 100 ملي ومنشوف تحسن المريضة لكن مريضتنا متجففة مريضتنا نحن متجففة فلا مانع من أعطاء السيرومات الملحية 0.9% تمام؟ إذا هو يعني التصنيف كتير مهم إذا ما عرفت تصنف المريض مفرط الحجم ولا سوي الحجم ولا ناقص الحجم سن بتعالجه أصلاً بتضر المريض يعني أنت إذا عندنا المريض مثلاً هو مفرط الحجم وعطيته سيرومات إيش سببت له؟ زدت له بس الحجم زيادة وممكن ينضر بهذا الحجم ممكن يزيد الصوديوم بشكل سريع جدا بسبب هاي الحالة ويدخل بقى ب مثل ما قال عبد الرحمن يعني 8 ملي مكافئ بال 24 ساعة إذا زدت أكثر من هيك إيش بصير معنا عبد الرحمن عند المريض لازم زوال النخاعين عند المريض تمام بصير عنده الخزل رباعي المريض زوال النخاعين إزالة النخاعين بالنخاع الشوكي إذن أنا يعني بهاي الحالة لازم نعطي سيرومات ملحية هات لنشوف شو الأسباب المحرضة عبد الحميد لهي حالة الاعتلال الدماغي الكبدي باب المحرضة الاعتلال الدماغي هون هل حالتنا هي الإمساك يعني هو المتهم
في عدة أسباب للمحرضات، يعني مجموعة كلمة هيباتيك، النزف هيموريج في الجهاز الهضمي، وارد بروتين عالي، خسارة البوتاسيوم سواء مذرات أو غيرها، القلاء أزوتيميا كمان كانت عالية، التروما الربوط بالإنتانات، الإمساك والمهديات. إذا ممنوع نعطي لهدول المرضى ديازبام، ممنوع نعطي، انتبهوا والله تهيج المريض وغايب على الوعي جلاسكو 11 وتهيج وبده بلش يعمل، ممكن تربط ما بصير تعطيه مهدئات بتدخله ب يعني بتحرض الاعتلال الديون الكبدي. احيان راي عند الصيدلي المريض بيعطوه مثلا ديازبام، بيعطوه اوبرفال مع بينام على السواء، فبتلاقي المريض دخل اعتلال دماغي كبدي. الامساك هو السبب الرئيسي، زي دائما مريض التشمع بنحط له لاكتولاك بعلاجه، علاج وقائي لما يصير عنده اعتلال دماغي كبدي. الانتانات لازم ننفيها، فحص مريض كامل، تحليل صورة صدر، إذا في حبل، ليش سألت على الحبل من البداية؟ نبذل الحبل في التهاب بريتوان. عفوا. نعم. الأزوتيميا هون يعني القصد فيها إنه يكون في عندنا قصور كلي حاد، يعني تجفاف. مثل مريضتنا مثلاً أحد محرضاتها التجفاف، ويعني ما عرفت شو هو سبب العجب، أخذ مدرات زيادة، وعلى الأغلب يعني كون ما عنده حبل وما عنده دمات، جوز والله أخذ مدرات زيادة، ما بتعرف يعني. أو حدا بيزل الحبل بكميات كبيرة كمان. اضطرابات الشوارد لازم تنطلب التحاليل الشوارد، ما ذكرتهم انت بالقصه. موجودات دكتور بس كانوا ضمن طبيعي، انا بس كتبت المرض بالنسبه الصوديوم تمام، ما البوتاسيوم كان طبيعي، لازم ننفي اضطراب البوتاسيوم محرض مهم للاعتلال. موجود كان طبيعي نعم. او المريض اكل له وجبه ثقيله بالبروتين، اكل لحمه، اكل فروج الى اخره، ونزف الهضمي تمام. عم بيقول دكتور عبد الرحمن اذا تهيج المريض ممكن نعطي هلو بريدول. بريدول نعم. هلو بريدول آمن على فكرة، أي تهيج أي مريض يتهيج عندكم بالمشفى تعطوه هلو بريدول، رجاء ما تعطوا ديازبام بهيك حالات، بيزيد الزهان، هذا الشيء بسموه الزهان المحدث بالعناية المشددة، لأي مريض ما فيه شيء بيدخل بيفصل بالعناية، بصير بده يخبط، بده يطلع، بده يمشي إلى آخره، فالدواء النوعي هو الهلو بريدول، هلو بريدول وليس ديازبام. ممكن نعطي يمكن دواء ثاني أولانزيبين يمكن. أنا زبين نعم. هاي البعدات تفضل. تعجل شوي. المريض 45 سنة، رجعنا بقصة صداع منذ أسبوع، معالج على أنه التهاب جيوب دون تحسن. فحص السريري كان وسن وميل للنوم، ما في علامات سحائية، ما في علامات مخيفية. فحص الحدقات طبيعي. عملنا سيتي للدماغ. طيب. قبل ما نعم. تعرض لنا السيتي، معنا الدكتور أحمد زابي ما هيك؟ دكتور أحمد السلام عليكم. عليكم السلام، أهلين دكتور وسيم معك. تحياتي معلم. المريض يعني واضح بقصته أنه صداع ومعالج بقصة التهاب جيوب، لكن عنده وسن وميل للنوم، فهل هذا الشيء يعني خلينا نقول ريد فلاج تبع الصداع؟ يعني شكاية الصداع يا جماعة من أشد أكثر الشكايات اللي بتراجع الإسعاف، لازم بزنك الريد فلاج أو الرايات الحمر. فدكتور أحمد ممكن تحدثنا عن الريد فلاج، أنت يعني الشباب يشكوا أنه هذا الصداع هو صداع سنوي وليس صداع ربي. تمام. الصداع يعني إذا كان عند المريض صداع سابق وغير بصفات الصداع، هذا لازم يكون ريد فلاج. إذا ترافق بعلامات جهازية هاي ريد فلاج، إذا ترافق بعلامات عصبية بؤرية هاي ريد فلاج، وإذا كان طرفي العمر كمان هاي ريد فلاج لازم يستقصى المريض. يعني الأعراض الإنتانية مهمة جدا، يعني صداع مع حرارة مثلا، هذا مهم جدا أنه ننفي أسباب. مثل ما تفضل دكتور الأعراض العصبية، يعني لازم نفحص معناتها العصبي المريض بشكل جيد. الموضوع الضغط دكتور أحمد، شو رأيك يعني ترافق ارتفاع الضغط مع الصداع؟ والله بالدراسات الأخيرة بيقولوا لك إنه الصداع ارتفاع الضغط ما بيسبب صداع إلا إذا كان ارتفاع خبيث، يعني أما ارتفاع الضغط الشرياني قصدك إنه 17-18 وبيجي لعنا المريض ماشي على رجليه وما بيشكي من أي شيء، بيكشف صدفة. نعم.
يعني هذا كثير مهم، انه مو كل يعني الصداع هو الاستعضاض. اخذت له ضغط، لقيت ضغطه 17 تقول والله هذا من الضغط، لا تصرفوا على البيت يعني. هذا انا بدي منكم يعني ما تصرفوا مريض والله خلاص يا حجي والله راسك عم يوجعك من ضغطك. لازم تفحص الطبيب بشكل جيد، تفحص العلامات الانتانيه، اطراف العمر مهمه جدا، كبار بالعمر او الصغار طبعا. موضوع المحرضات الصداع دكتور احمد، شو يعني شو المحرضات اللي نقول يعني بمعنى اخر انه في شيء مثلا عم يترافق مع الصداع بيدلك انه هذا سنوي وليس بدئي؟ يعني هلا المناورات اللي بترفع الضغط داخل القحف مثل مناوره غال سلبة على الصداع، على العطاس، على هاي اللي بتشير انه في عند ارتفاع توتر ضمن القحف. تمام، هي المهمه فلسفه واحد بيطلع مثلا على الدرج بيوجعوا راسه، ايه وقت بيسعل، وقت بيطامل بالسجود كمان، هاي كلها علامات بترفع الضغط داخل القحف. تماما تماما. نقص الوزن، تراكم نقص الوزن، يعني اي شيء بتشوفوه طفع. علامات جهازيه لنا وعلامات عصبيه بؤريه. علامات جهازيه. تمام. طيب انت شو رايك عبد الحميد، شو هاي الحاله، سنوي ولا بدي؟ لانه انت يعني عم تقول انه جيد مشخص من وين؟ من طبيب خاص التهاب. نعم. والله دكتورنا شكينا انه يكون سنوي، لذلك عملنا السكينه الميل للنوم يعني. نعم. تمام. وفحصته بشكل جيد عصبي؟ فحصنا عصبي يعني فحصه كان بس وسن وميل للنوم، الفحص الباقي طبيعي. هات نشوف شو طلع معك سي تي الدماغ. اي صوت سي تي. تمام، تفضل اشرح لنا شو في بالصوره. الصوره كان في شويه دفش للمشول يعني ما كثير هوني، انا كان ماي راس المريض خط الناصح في يعني هايبر كونسوليدي يعني فرط وضع فرط كثافي يعني بشكل هلالي في الجانب الايمن من نصف الكره المخيه، هي من هون يترف يعني في فرط كثافه. شو التشخيص؟ يتماشى مع نزف تحت الجافيه. نزف تحت الجافيه. نعم. شباب كتبوا على الشات انه ممكن يكون سب اركنويد هيموريج، شو رايك دكتور؟ هذا نزف تحت الجافيه واضح. نعم. ابي احكوا الشباب انه نزف تحت العنكبوتي. لا ما في نزف تحت العنكبوتي، ما الصوره هي بالاصل ما هي واضحه بشكل جيد، لكن الواضح بتحسن ترسم على الشاشه. والله ما عندي خبره بس دكتورنا الله هيك ممكن يعني. يعني هيك يوم شايلين اعدادات الرسم فما احسن واضح ان نرسم. شكل الهلال، شكل الهلال يا شباب. تمام. يعني اذا ملاحظين ان البطين الجانب الايمن غايب، البطين الجانب الايسر واضح، فهذا بشير على انه دفع خط متوسط طامس البطين، وهذا نزف حاد تحت الجافية. طيب شو سببه يا دكتور عبد الحميد؟ صراحة دكتورنا في قصة يعني ما في قصة رد واضحة، في قصة شجار منذ 10 أيام، بس المريض لا يذكر انه في قصة واضحة لرد على الرأس. بس يعني غالبا في رد على الرأس، المريض كان في قتال ويعني ما هو صحيح على حاله، ممكن أكل ضربه وصار من ذلك. رأيك دكتور أحمد، هل ممكن يكون نزف تحت الجافية يعني يظهر أعراضه لبعد 10 أيام؟ والله النزف تحت الجافية بتظهر أعراضه بعد أشهر كمان، مو بس بعد 10 أيام، بس هذا نزف حاد. النزف تحت الجافية نزف وريدي، غير النزف فوق الجافية نزف شرياني، فهذا بنز نتيجة رد كليل غالباً، بصير عند مسنين، بصير نتيجة ضربة شباك، أو هو طالع من السيارة بيضرب رأسه، بعد فترة تبلش تظهر عنده علامات عصبية بؤرية، بس نعم. يبدو أنه في رد كليل ونزف حاد تحت الجافية. تمام. نعم. إذا معلومة كثير حلوة شباب، ممكن يظهر يطول أشهر يعني ليبين معنا، بس بيطلع باللون الأسود ذاك الوقت. طبعا حالتنا حادة يعني خلال 10 أيام. استطباب دائما العمل الجراحي لما بتكون سماكة النزف أكثر من ضعفي سماكة الجمجمة، فهذا استطباب جراحي. هو أنا أظن استطباب جراحي هون. إيه طبعاً استطباب جراحي هون. حتى ضغط الخط الناصف يعني هاي السبب الوسن اللي عندهم هيك دكتور؟
دكتور احمد، مو سبب الوسن هو ضغط طبعا انميحاء التلافيف اذا ملاحظين، وزمه دماغيه وضغط خط متوسط ودفع للنصف الكره المخيه الايمن، كله هذا بيسبب لنا وسن وميل للنوم. بما انه نزف وريدي، لا ممكن المريض عم ياخذ مميعات شيء او اي مضاد للسقف؟ المريض شاب عمره 40 سنه ما بياخذ شيء، ما في سوابق ابدا. ايوه تمام، اي حالته كويسه جراحيا بيستفيد ان شاء الله، بيرجع طبيعي باذن الله. يعني انا كان عندي سؤال وجاوبت عليه دكتور احمد، هو يعني في شيء اسمه نزف تحت العنكبوتي عفوي؟ نزف تحت الجافي عفوي؟ والله نزف تحت الجافي عفوي انا ما شفت، ما مستبعد بدون رد كليل او رد اصغري ما بصير. قصدي في هيك شيء بالطب يعني؟ ما في حكي نزف عفوي تحت الجافي، ما في. في نزف تحت عنكبوتي محرض بالرد، وفي نزف عفوي. اذا نحن يعني حالتنا ما في قصه دوائيه لنقول والله هي السبب دوائي، لكن مميعات مثلا. ايوه اي كله ضرب على راسه بالمعمعة ايه مو حاسس على حاله بالضبط. اذا المعلومه مهمه جدا بتجي بالامتحانات، شو سبب النزف تحت الجافية؟ هو سببه رضي، مو رضي، تمزق الاوعيه الاورده السحائيه. نعم وريدي فوق الجافية. النزف فوق الجافية بيكون شرياني. شرياني نعم سحائي. والإزمان كثير مهم، أنا بريدكم دائما الموضوع الإزمان، يعني ما ضروري فورا بيجيك المريض هيك يعني بيعمل مشاجرة بعد دقيقتين بيجي. يعني أنا ذكر الدكتور حالات هيك بشايفها بحياته، مثل مثلا ضربة بالشباك، واحد هيك دفش واحد إلى آخره. أنا شفت مرة يعني مريض ركب على بسكليت ووقع من البسكليت، يعني شد، يعني يمكن ما في حدا من بيناتنا ما وقع من البسكليت بحياته. وقع من البسكليت، اجاني يعني انه صداع وهيك، فطلبنا طبقي طلع نزف جافي. فدائما حطوا بذهنكم يعني خاصه المسنين يعني بيصير معهم هيك حالات وبيطنشوا حالهم، يعني كمان موضوع التطنيش انه هذا يعني من هالكبر من هالعمر من كذا ما في عنده اولاده فبيتاخروا ليجوكم. يعني ممكن المميز عند المسنين، عذرا دكتور وسيم، الموضوع الثاني انه المسن بيكون دماغه ضامر فبيتحمل كميه نزف اكثر من الشاب، بيستوعبها فلذلك اعراضه بتتاخر بالظهور. اها الله يجزيك خير. شو هيدا الصوره؟ يبدو هي سلايد مشان تصنيف النزف جوات الدماغ. طب دور الهيموريد هي مثل عن حالتنا بشكل هي النزف جاي، والابيدورال بيجي بشكل عدسي شرياني غالبا هون وريدي، وهذا اللي سبب اركان الهيموريدج تحت العنكبوتي او بشكل التلافيف. بيكون سبب تمزق ام دم او تشوهات، قد يكون رضي قد يكون ام دم سببه. وهون مستبقا ثلاثه شرياني يصل العصب موحداته. حال اللي بعدها تفضل. هي رجعتنا مريضه، وين رحت؟ ما أحسن أتحكم فيه هون. يلا معلش علم لك. في حالتين عصبيات دكتور أحمد، يعني بدنا نشاركنا كمان. في حالة عصبية دكتور أحمد، يفضل والله يفضل معنا نجزل فيه. معكم إن شاء الله معكم. هلا راحت الشاشة صح؟ إيه راحت، رجع من مشاركة مرة ثانية. بس عذرا صار مشكلة عندي شوي. مريضة 45 سنة، رجعتنا بشكاية زلة تنفسية من يومين، سوابق رجفان أذيني، نقص تروية قلبية، كاتوتر شرياني، مرارة محصرات، قصور قلب، قبول متكرر بنفس الشكاية. كان البي ام اي 42. شو تصنيف البدانة عندها؟ بداني شديد طبعا. لا مرضية طبعا. ايه فوق 40 بداني الشديدة، فوق 35. نعم هون مرضية فوق 40.
البي ام اي فول في 42 حسب ستوب بانك مشار عالي الخطوره للاوبستركتيف سليب ابنيا وزمات طرفين سفليين شديده خراف هرنيعي بالساحتين الرئويتين. الاستقصاءات الاي سي جي كان رجفان وزيني بطيء صوت الصدر ظاهره ظاهره منكم. مخبريا تروبينين كان سلبي وتحليل عامل ضمن الطبيب. شو التشخيص؟ والله غالبا وزمه رئه او تحت وزمه رئه. قصور قلب انا شايفه قصور قلب احتقاني مات مع خراخر ناعمه. نعم ايوه يعني في رجفان اذيني كمان. المريض يعني بدانه مفرطه مع يعني اوزا اوبستركتيف ستيب ابنيا ممكن يكون عندنا قصور قلب ايمن بعدين تطور لقصور قلب ايسر. ايسر تمام. شو حطيته خطه المعالجه؟ حطيناها على خطه وزمه الرئان الام ان او بي لذيكس هذه الخطة في سلايد الان. الام ان او بي لذيكس مورفين متروغليسترين اكسجين البوزيشن الوضعية او ممكن نان انفيزيف فنتيليشن ممكن نحطه على السي باب او الام باب بالضبط. يعني نرجع للحالة بس رجع للحالة السلايد اللي قبله عالجتوها كخطة وزمة رئة بس لازم تتحروا عن موضوع الإيكو قلب وإيكو قلب يبدو المريضة ما هي مشخصة قبل. نعم بالنسبة للمريضة عندها شو عالجته كونه بطيء يعني بطيء المريضة عنده إيكو قلب ومتابعة من الناحية القلبية وعنده إجرية لهذا الموضوع عنده حصر رئة وموضوع عليه بيزيكوم. ممتاز. إذا يعني حاصل بالدم المريضة هاي المريضة بدها مضاد تخثر ولا لا؟ بدها طبعا رجفان موضوع عليه. إمتى مستطب مضاد تخثر بهيك مرضى؟ في عندها رجفان وزيني يعني كل شد حد شد فاز كان خطورة عيدة محمد شد الشات باس كان ده حسبونا يا شباب على الشات يلا عندكم المعلومات كاملة عندنا قلب عندنا كاتو الترشبياني وعمره 45 اطلع معك لا تدري شو بسين. طيب إنه يعني الأنثى جنس الأنثى هو بياخد واحد. نعم. الضغط بياخد واحد قصور قلب بياخد واحد تمام صاروا ثلاثة. قلبية يعني إذا كان سببه احتشاء ممكن نعطيه واحد كمان. عموما ثلاثة أو أربعة يعني بدها المريضة مضاد تخثر. فشو مضاد تخثر أعطيتها يا؟ روفالترو هي محطوطة عليك يعني. ريفاروكسابان نعم. ريفاروكسابان بدي تحط معه إينوكسابارين هيبارين يعني واحد منهم نحط موجين ما فهمت عليك شو واحد منهم نحط الروفالترو ممكن نحط لا ما بده مشاركة ما بده مصطفى وعمار ليش ما بده مشاركة لو كان وارفارين لازم تحط معه هيبارين ولا بيصير معك نخر جلدي اما وكمان الوارفارين بده 3 ايام ليشتغل اما الريفاروكسابان تاثيره سريع ما بيعمل نخر جلدي ما في داعي خلال ساعتين ببلش تاثيره تمام تمام ريفاروكسابان بدون هيبارين مع حاصر بيتا او ديجوكسين تمام بالنسبه لهي الحاله طبعا انتبه انه الرجفان وزيني البطيء يعني انا كنت بدي اشير لك لشغله شفت مريض عنده بطء قلب بدانه لا تنسى اوزا لا تنسى تطلب تي اس اتش تمام طلبنا تي اس اتش برافو عليك طلبنا اي مريض بس ملاحظه شباب اي مريض بتشوفه هذا روتيني قصور قلب رجفان وزيني بتطلبوا تي اس اتش يعني كمحرضات يعني
الأمر الثاني البدانة يعني. طيب هل البدانة المرضية شو بدك تنصح المريض عليها؟ شو تعمل؟ والله بدانة مرضية يعني بالإضافة للرياضة والحمية يعني ممكن صراحة تحتاج إلى عملية جراحية. بدانة مرضية هي تمام، هي استقباب للعمليات الجراحية. نعم، لكن مريض عالية الخطورة يعني قصور قلب ونقص ثروية ما بيصير العملية، بس هي استقباب يعني قص معدة أو بسموها جراحة البدانة. البعد الحالة البعدة هذا السكور تبع ستوب بانك يدخل فيه شخير بسرعة. شخير لكل واحد ياخذ واحد الشخير التعب خلال النهار، لاحظ حاله انه وقف تنفس اثناء النوم، قطر شرين عيلي، البي ام اي فوق 35 والعمر فوق 50 والجنس والجنس ومحيط الرقبه وال هي من 0 ل 2 محيط يعني الرقبه اكثر من 40 سنتي اكثر من هذه. نعم مهم على فكره، كثير احيانا يعني بيكون عم يتواصلوا معي مرضى عبر الهاتف، بطلع على صورتهم على الواتساب يعني ما تشوف محيط الرقبه تبعهم بتقول هذا معه اوسا ولا. اذا قال لك ارتفع ضغطي اهم اسباب واشياء اسباب امريكا هي الاوزا مثلا، هي بيضع بيضيق نفسه شفت عنده هيك عرض الرقبه كبير فورا بتحط بذهنك انه والله قصور قلب ايمن او قصور قلب احتقاني يعني. ف يعني هي بالنظر احيانا ممكن تكشف المرضى يعني عم بينام هو بارك عم يشخر بيوقف نفسه اثناء النوم البدانه والعمر فوق الخمسين. تمام، شو مريضتنا هاي ريسك، مريضتنا هاي ريسك تمام جاي بالخمسه تقريبا خمسه لاثنين. نعم. هاي ريسك. نعم. نعم. الحاله اللي بعدها هاي المريضه راجعتنا باختلاجات دون اختلاجات دون استرجاع الوعي بين هذه النوب، سوابق نوب صرعيه وقصة قطع لأدوية الصرع. فحص سريري كانت وعي متجاوب ميلي للنوم، مخبريا كان طبيعي مخبرياته، والسي تي بصراحه جتنا مريضه اكثر مره كان في سي تي قصه سابقه وسي تي سابق طبيعي فما حملنا مره يعني. طيب شو التشخيص؟ حاله صرعيه. حاله صرعيه. طيب ما معنا اكيد دكتور احمد زاوي. ايه دكتور وسيم معك. تمام، الحاله هون حالنا حاله صرعيه، هل تنطبق على الحاله الصرعيه؟ شو تعريف الحاله الصرعيه بالنسبه للشباب؟ شو بدهم بيعرفوها؟ يلا شباب على الشات عرفوا لنا الحاله الصرعيه. شباب بيقولوا اكثر من خمس دقائق، واحد عم بيقول هيك. صح. هذا اول تعريف. التعريف الثاني شباب التعريف الثاني انه نوبتين وبدون استرجاع الوعي بيناتهم. تمام، اي نوبة وحيدة استمرت اكثر من خمس دقائق، عدة نوب متلاحقة حتى لو استعاد الوعي تعامل معاملة صرعية، كمان هذا يعامل معاملة حالة صرعية. حتى يعني لو استعاد الوعي حكيم، حتى لو استعاد الوعي عدة نوب متلاحقة تعامل معاملة حالة صرعية. طيب هات لنشوف شو عالجت حميد. طبعا بس عفوا نرجع للسلايد، طلب شوارد سكر، هدول اساسيات. انت مريض عندك عم يختلج تطلب السكر بيطلع معك يعني نقص سكر فبيكون هو المحرض، او الشوارد كالسيوم خاصه هدول كان طبيعي. نعم شوارد او تحاليل كان طبيعي. البوتاسيوم ما بيسبب اختلال شباب، صوديوم كالسيوم فقط. بعد حطيتوا له علاج؟ نعم حطيناه، اعطيناها الديازبام. السبب هو الخط الاول بصراحه لورازبام موجود غير متوفر، الديازبام اعطيناها ديازبام 0.2 ملغ كل كيلو، كانت من اول جرعه استجابت وقفت وحملناها بنتوين. تمام، شو الحمل بنتوينات لنشوف حكينا تحميل بنتوين 20 ملغ بشكل عملي 20 ملغ لكل كيلو سربها خلال 20 دقيقة في روم ملح. تمام، بصير روم ملح. تمام، ليش ما سكري طيب؟
شكل بلورات بترسب شكل بلورات. إذا حصل سيروم ملحي في شغلات تانية لازم أثناء تصريب الفنتوين صراحة مراقبة لازم نراقب يعني الفنتوين خطير ممكن يسبب اضطراب نظام أو شيء. إيش المراقبة اللي لازم تراقب؟ مراقبة يعني المرات مريضة قلبية يعني إيش؟ ECG ECG نعم نعم والضغط نعم. ممكن ينزل الضغط أثناء تصريب الفنتوين ممكن يصير عندنا اضطرابات نظم. المريضة رجعت اختلجت الصراحة. تعرف كم ملي جرام بالدقيقة لازم ما تزيد التسريب؟ 50 لازم ما يزيد عن 50 لازم ما يزيد عن 50 ملي جرام بالدقيقة. نعم. طيب المريضة على الكيلو طيب أيوة كمل. المريضة رجعت اختلجت بصراحة بعد التحليل رجعنا حملناها نصف جرات البنتوين 10 ملي جرام للكيلو. وحطيناها جرات يعني تبع البنتوين وما اختلجت بعدها. تفضل دكتور أحمد تعليقك على المعالجة ايش خطوة الشباب؟ هلا الحالة الصرعية مثل ما عرفناها هي نوبة أكثر من 5 دقائق أو عدة نواب ما بيكون فترة صحو بيناتهم. الأول شيء لازم الطريق الهوائي دائما يكون محرر، لازم ناخذ النبض والتنفس، لازم ناخذ عينة سكر، لازم نعطي فيتامين B1 حتى 300 ميلي جرام، لازم نعطي النالوكسون هذا بغض النظر على ما ندور على السبب. بعدين بنبلش بالعلاج الدوائي اللي هو مثل ما حكوا الشباب لورازبام أو ميديا أو ديازبام حسب المتوفر. الفينيتوئين أو فوسفينيتوئين ميزته أنه الفينيتوئين جرعة التسريب فيه أبطأ 50 ميلي جرام على الدقيقة، بينما الفوسفينيتوئين ممكن ينعطى 100 ميلي جرام على الدقيقة وممكن ينعطى بمحلول سكري. وفي حال ما تجاوبت على جرعة التحميل لازم ناخذ 5 ميلي جرام على الكيلو اول مره اضافيه لل 20 ميلي جرام على الكيلو، وبعدين ممكن نلجا للبديل اللي هو الفالبروات او الفيتاروسيتام. المرحله الرابعه في حال ما جاوبت على او ما استجابت على العلاج الدوائي ممكن نلجا لمضخه ميديازولام او تخدير عام اللي هي بتوقف الاختلاج الكهربائي وما بتوقف الاختلاج العضلي وما بتوقف الاختلاج الكهربائي. هلأ لازم ندور على السبب هون، مثلاً ما يكون عنا إنتان مرافق، ما يكون عنا اضطراب شاردي بتعند، أو ما يكون عنا نزف مستوطن ضمن المادة الدماغية اللي هو ممكن يعند النوبة. أما إذا كانت مريض أكثر الأسباب بالحالة الصرعية إنه مريض بيكون عم يأخذ علاج ومضبوط وبيقطع الأدوية بيجاجعنا بحالة الصرعية. طب سؤال دكتور أحمد، هل الشباب ما طلبوا سي تي دماغ برأيك تصرفهم صحيح ولا خاطئ؟ مريضة معروفة وعندها طبقيات سابقة. خلص إذا معروفة ومعروفة إنه حالة صرعية وتارك دواها مريضة صرع وتارك دواها مستقصة ومدروسة فهذا سبب واضح وبيفسر الحالة الصرعية اللي عندها. طيب سؤال تاني، شو متوفر عندنا من هدول الأدوية البديلة الفنتوئين والفالبروات الفالبروات والفسفنتوئين والفيتاروسيتام؟ الفيتاروسيتام متوفر، كان عندنا بيجينا أحيانا الفيتاروسيتام متوفر، الديازبام متوفر كتير، لورازبام ما في، ميديازولام موجود بأطلة التخدير، والبروبافور كمان موجود متوفر كأدوية تخدير. طيب فينوباربيتال موجود؟ فينوباربيتال يعني بزيد احتمال التصبيط التنفسي إذا شاركناه مع الديازبام، فلذلك يعني بالحالات المعندة أو ما عندي أنا الفيتاروسيتام أو ما عندي تخدير ممكن إلجأ له في حال فشل الفينيتوئين بجرعة 20 ميلي جرام على الكيلو كمان. تمام. السؤال، هل ممكن نعطي مريض جانا بيختلج على الإسعاف ممكن نعطي ديازبام بالعضل؟ السؤال للشباب ما ولا للشباب ايه ليش ما بصير نعطي بالعضل شباب؟ شو رأيك دكتور أحمد؟ يعني ما هو منطقي إنك مريض عنده حالة صرعية بشخص له حالة صرعية تعطيه ديازبام اللي بده ساعتين أو ثلاثة ليمتص. تمام. إذا امتصاص بطيء. بطيء جدا. شرط. وغير فعال يعني بإيقاف الاختلاج. نعم. بالنسبة للفيتريسيتام كأنه مو تسريب ما هيك حكيم؟ يعني تقريبا دفش بطيء. ايه تسريب بطيء، تسريب بطيء مو قصدي ما نحطه بسيروم.
كامل سربها بطيء يعني من 10 ل 15 دقيقة ممكن نعطي الأمبولة. سؤالي هي ما بتنحط بسيروم هذا سؤالي؟ لا لا ما بده سيروم. تمام. طيب الحالة اللي بعدها إن شاء الله بس إذا ممكن اسمح لي بتعليق. تفضل تفضل. هلأ في شيء اسمه الحالة الصرعية غير الاختلاجية اللي هي ممكن تكون المريض مسبوت وما لقينا له سبب، وهذا ما بيكشف غير بتخطيط دماغ. إذا ما لقيت سبب لغياب الوعي أو للسبات، يعني بيكون المريض إجا باختلاجات واستنفذ قدرته العضلية، فبيجينا بحالة سبات وبتضل الفعالية الكهربائية الاختلاجية شغالة، فهذا موضوع لازم ننتبه له. يعني بدنا نعرف ما هيك؟ يعني نضل نفكر انه ممكن يكون حاله صرعيه لا اختلاجيه. كمان التيامين احنا بنعطيه مشان مرضى الكحوليين اللي ممكن يجوا، والنالوكسون للمرضى التسمم بالمورفين. نعم تمام. يا عبد الحميد اذا في حاله بعد تبع ستروك بنرجع لهي الحاله. الروع ستروك كمان أو هاي دي الحالة. نعم هاي كمان عصبية. رجعنا مريض 34 سنة بقصة صداع وارتياء منذ أسبوع، معالج على أنه شقيقة دون تحسن، لا يوجد سابق مرضي. فحص السريري كان فيه تهيج وصلابة نقرة خفيفة. السي تي للدماغ والسي اكس راي كان طبيعي. توجهنا باتجاه التهاب سحايا وبذلنا سي اس اف. كريات كانت 400 على حساب النترو 55%، والجلوكوز 65 والبروتين 100. المريض اخذ صادات سفريكسون عضلي اخذ موجود في البروفايل. تعليقات دكتور احمد على البزل. انا شفت يعني البزل فيه يعني غريب شوي. هلا القصة كأني تحت حادة. البزل في عنده 400 كرية، فهذا التهاب سحايا. ارتفاع البروتين، السكر طبيعي تقريبا، فهذا بشير يا أما التهاب سحايا معالج ناقصة، أو ممكن يكون كمان نحط ببالنا السلي ممكن يعطينا هيك نسبة، يعني عدد كريات بيض قليلة مئات وارتفاع البروتين لازم يكون أكثر من هيك. القصة خلال يعني أسبوع أو 10 أيام. نعم. يكون أخذ صادات كتيرة، يعني محتمل يكون هذا معالج ناقصة. بالضبط. إذا أخذنا بصحة التحليل. إذن يعني هو الأصل يعني شد لازم يكون عدد كريات بيضاء لنقول إنه التهاب سحايا جرثومي. أكثر من 10 كريات هو التهاب سحايا بغض النظر فيروسي جرثومي طفيلي فيروسي، هذا التهاب سحايا. بقى بتفصل حسب الموجودات، عندك ارتفاع بروتين، عندك نقص سكر، ما عندك نقص سكر، ولازم مقارنته بسكر الدم وقت البزل. تمام. هو يعني حاليا عندنا ارتفاع بروتين، سكر الدم كان طبيعي يعني. كان طبيعي شيء 105 او 100. تمام. طبعا الكريات الحمر مو موجوده هون، احيانا بيكون البزل مدمى فبيرتفع عنا البروتين. تمام. صح. التشخيص هو التهاب سحايا جرثومي معالج بشكل خاطئ او معالج خلينا نقول جزئيا. اذا ما في كريات حمر كثيره هذا يعامل معامله التهاب سحايا قيحي. بيروح يعني بيروح على الصيادله بيعطون شويه ابر، فبتبتدي دائما غالبا هدول المرضى بيجونا يعني بعد ما اخذين صادات. عم بيسألوا على الشات إذا كان المريض سكري بصير نقارن مع سكر الدم؟ طبعاً لازم، هو أصلاً لازم نقارنه نسبته من 40 ل 60% من سكر الدم. طيب شو حطيتوا على خطة علاج دكتور عبد الحميد؟ خطة العلاج كانت 2 جرام روس ضرب 2 وفانكو 1 جرام ضرب 2 ودكسة 10 ملي جرام كل 6 ساعات لمدة 4 أيام. شو الجرثومة المتهمة هون بالتهاب سحايا الجرثومة؟ المكورات العقدية. المكورات العقدية. نعم. آه،
في أسباب تانية غير المكورات العقدية؟ في عدة أسباب، في المكورات الصحائية، في المستثمرات النسبية، في عندك السلبية حسب القصة. يعني مثلا عندك مثلا هون قلبت على السلايد مثلا الشنتات والغضوض، نفكر بالسلبيات. ممكن الاستيريا صح؟ ممكن الاستيريا عند الحوامل. امتى بتشك الاستيريا؟ امتى بتشك بالاستيريا؟ مريض أكبر من 50 سنة أو طفل أقل من 3 شهور، حوامل، مخبطي مناعة، بشك بالاستيريا. مكحولين ممكن. تماما. بالنسبه لل انت حطيته على سيفترياكسون وفانكومايسين بالاضافه الى الدكساميتازون. الدكساميتازون، شو فائده الدكساميتازون؟ اضافه الدكساميتازون بصراحه بيقلل الوفيات وبيخفف الاذيه العصبيه، الاذيه السمعيه ممكن. لا، مين بيعرف شباب على الشات ايش سبب اضافه الدكساميتازون هون للعلاج؟ وان نيسيريا الصحائيه ذكرتها، انا ما انتبهت عليك. اي ذكرتها. نعم. شو عدد ترافق أعراض النيسيريا الصحائية؟ النيسيريا الصحائية ممكن صراحة تختلط بوتر هاوس فريدريكسون، فرفريات مفرفريات قصور كظر، رخط كظر، قشر كظر. يعني بيدخل مريض بفرفريات. بالضبط. معدية بشدة. معدية بشدة. لذلك نعطي المرافقين علاج وقائي. شباب بيقولوا بيخفف الحالة الالتهابية للسحايا، بيسهل دخول الصادات واختراق الدواء والصاد الحيوي، بيقلل الإصابة السمعية. شو رأيك دكتور أحمد؟ تمام، بيخفف الوزمة الدماغية وبيخفف من تأثير الارتكاسي لموت الجراثيم وبيسهل عبور الدواء للسائل الدماغ الشوكي. كلام سليم. هو بيحمي من الإصابة السمعية، يعني الإصابة طبعا السمعية. بيخفف من العقابيل بشكل خاص، نقص السمع عند هدول المرضى، فانتبهوا عليها كتير مهمة. طيب سؤال آخر، هل نعزل هذا المريض ولا لا؟ نعزله لأنه نحن ما عرفنا. سؤال عزلته ولا لا؟ عزلنا نعم، لأنه ما عندنا زرع، ما عرفنا شو السبب بالضبط. يعني جرثومي هلا مكورات عقدية غير معدية، بس ممكن قد يكون غير جرثومي معدي. شو هو المعدي؟ النيسيريا الصحائية معدي. طيب في عندك شيء علامات النيسيريا الصحية؟ ما في علامات صراحة، بس عزلنا المريض. شو رأيك دكتور أحمد أنت يعني التوجه، أو خلينا نقول يعني شلون طريقة مقاربتك للحالة دائما؟ نعزله ولا لا؟ لا بشكل عام إذا في غرفة عزل لازم نعزل مريض التهاب الصحية، لأنه ما عندك زرع وما بتعرفه إذا بيعدي أو ما بيعدي، وغالبا هي الصحائيات اللي بتعدي وبتعمل جائحات، فالأفضل عزله. طيب سؤال دكتور، كم شفت حالات بحياتك التهاب صحايا بالسحائيات؟ شفت عند مريض عسكري. ايه نعم، انا لما عندي حاله سيئه. طبعا الافضل دائما نبعث هذا السائل سي اس اف على الزرع. الحمد لله صار متوفر في بعض الاماكن، فلذلك يعني اذا متوفر اشتغلوا دائما بشكل اكاديمي شباب، تعملوا زرع وتحسس، فبالتالي بيطلع لك الصاد الحيوي الافضل. انت بتكون باليوم الرابع خامس تجي الزرع والتحسس بيقول لك سيفترياكسون مقاوم، بتوقف سيفترياكسون بتحط دواء ثاني مثلا، وهكذا يعني. فانتبهوا خاصه المرضى عندهم شنط، عندهم نيورال سيرجري قديم، هيد تروما الى اخره، هذول بيكونوا يعني غالبا الصادات الحيويه عندهم، عفوا الجراثيم مختلفه عن الجراثيم، يعني مثلا بسيدوموناس شائع زي لازم نغطي السيفتازيدين. طبعا عم نغطيها بالأمبسلين يعني، بس هون المريض ما في حاجة نعطي الأمبسلين. طيب هاتنا نشوف شون تطور الحالة بالمشفى، كم يوم حطينا على العلاج؟ 14 يوم. المريض خلال 48 ساعة يعني استجاب بشكل جيد جدا وتحسن. حولتوه على الفموي بعد ما تحسن؟ لا ضلينا على الوريدة. ايه ما بس تحول على الفموي. نعم. شو هي الحالات، سؤال كثير بسألكم يا بالامتحانات، شو هي الحالات اللي ما بنحول على الفموي فيها يعني غير التهاب السحايا؟ التهاب السحايا علاج وريدي 14 يوم. مرضى الاقياءات مثلا، مرضى اقياءات يعني ما انه يعني الصادات الحيويه، الصادات الحيويه مثل الفانكو مثلا اعطوه الوريدي الا بحال الوريدي يفتحوا الفموي. لا في بديل عنه الزافوكس ممكن، لنزلايد يعني زلايد. لا انا بحكي اعطيني ما وصاد حيوي، اعطيني حاله ضل علاج وريدي طوال فتره العلاج.
التهاب صحيح، التهاب دماغ كمان مثلا، التهاب دماغ عم نعطي اسكلوفير. تمام شباب كتبوا لك على الشات عم يساعدوك. التهاب الشغف، التهاب الشغف العلاج 4 أسابيع كمان او 40 يوم بالضبط، 6 أسابيع. تمام. علاج وريدي كامل، ما بصير تقلبوه على الفموي. مثلا التهاب المفصل القيحي ممكن نقلب على الفموي شباب بعد ما يتحسن المريض. التهاب السحايا حصرا علاج وريدي. طيب حطيته على 14 يوم علاج وريدي فانكو سيفترياكسون، شو الخطة اللي بعدها؟ الخطة اللي بعدها نوقف الدكسة بعد 4 أيام ونكمل العلاج نفسه، وبس ممكن نرجع نعيد البزل شوف. طيب عادة البزل دكتور أحمد إلزامية ولا ما إلزامية؟ والله إحنا أخذينها مثل القاعدة إنه بعد 14 يوم مشان نخفف حالات النكس، وما من إذا ما بنعرف الجرثومة اللي بين إيدينا ففي جراثيم ممكن تأخذ 21 يوم للعلاج. فإذا بزلت بعد 15 يوم وكان سائل دماغ الشوكي طبيعي كان كافي هذا لإيقاف الدواء. هو لازم يطلع طبيعي دكتور ولا يعني مثلا 5؟ لازم يرجع طبيعي، لازم يتعافى، لازم يعني تروح الكريات البيض وتحت 10 كريات على الأقل ويرجع السكر والبروتين طبيعي. دكتور عمار أظن جواب على سؤالك، بعد 14 يوم إعادة البزل وكل المرضى، الأفضل كل المرضى لأنه إحنا ما في عنا يعني زرع. لو كان زرع عقديات رئوية بكفي 14 يوم، لو كان سحائيات 21 يوم مثلا. تماما أيوة. تتذكر في مريض كان عندكم مشفى القدس اسمه أحمد عاصي؟ نعم نكس، هذا هذا انتكس ودخل عنا المشفى وكملنا له علاج أسبوع. تمام ممتاز. سؤال شباب، سيفترياكسون في يعني هاي الجرعة ما الجرعة الاعتيادية؟ نحن بنعطي 1 جرام كل 12 ساعة، أما هون عم نعطي جرعة مضاعفة. بالعادة السيفترياكسون ما بيحتاج لتعديل قصور كلية، لو هذا المريض عنده قصور كلية بنعدل جرعة السيفترياكسون ولا لا؟ أتشات يلا جاوبونا. يعني بهذه الحالة دكتور عبد الرحمن بنعدل الجرعة، لو كان في قصور كلوي بالجرعة الاعتيادية ما في داعي لتعديل الجرعة، بس كون الجرعة صارت مضاعفة فمنعدل الجرعة، بتصير 1 جرام مرتين باليوم. شو كان السؤال الثالث الموضوع؟ اي طيب انا دكتور احمد موافق على جرعة الدكساميتازون اللي حطها عبد الحميد اللي هي 10 ملي جرام كل 6 ساعات 4 أيام. إيه لأربعة أيام تماماً، هاي هي جرعته. إيه لأنه بالأب تو ديت مكتوب 0.18 على الكيلو، يعني زيك ممكن الشباب مشان يعني يعرفوا إنه في أحياناً اختلاف بين المراجع. 0.10 ملغرام يعني وزنه مثلاً واحد وزنه 70 أو 80 تطلع تقريباً نفس الشيء 10 ملغرام يعني. تماماً أيوة. يعني هو للوزن المثالي 10 ميلي جرام. تمام تمام. يلا الحالة اللي بعدها، المريضة رجعتنا 72 سنة، خزل الشق أيسر مفاجئ سوابق HTN 13 يعني، الفحص رتبة كلامية وعسرة بلع وخزل الشق أيسر كامل، حركات 0/5 يعني طرف العلو الأيسر السفلي والعلوي. الاي سي جي هلا بنعرضه في صوره لون سي اكس ار كان ضمن الطبيعي، في كل قلب كان في قصور تاجي وغياب موجب اي سي تي عند القبول طبيعي، مخبريات كانت طبيعي شوي بس الكوليسترول والاين ار 1.2. طيب يعطيك العافيه عبد الحميد. الحاله يعني الواضح شو تشخيص؟ خزل شق ايسر سي دي اي سي بي اي شو احتشائي؟ احتشائي نعم، بس لانه سي بي عند القبول طبيعي. الله سي بي اي هو اختصار لك يعني سيريبرال فاسكولار فينوس اكسيدنت. اكسيدنت يعني ما بعرف، بعتقد ستروك كلمه افضل. ستروك نعم. ستروك نعم. اسكيميك ستروك او هيمورجيك ستروك؟ هيمورجيك ستروك نعم. هاي الحاله ايش هي؟ هي اسكيميك ستروك.
تمام. طيب الخطة يعني خطة يعني خلينا نقول التشخيص والتدبير في واحد لايك حالي شو حطوها؟ بصراحة هي يعني نحكي أكاديميا، إذا المريض وصلنا مثلا قبل 4 ساعات ونص ممكن ندخله حالات خسارة، قبل 4 ساعات ونص ممكن ندخله حالات خسارة عنا بسبب الإمكانيات الطبية. لا ما احكي لي أنت شو تصرفت بهاي الحالة، ما بدي شو أكاديميا، نحكي شوي أكاديميا. أعطينا أسبرين وأتوراج. تمام. أسبرين وأتوراج. أسبرين 162 أو 320 والأتوراج 40. تمام. خطة التشخيص يعني خلاص انتهيت هيك خلاص؟ لا برجع بعيد السي تي أنا بعد 48 ساعة وأتابع الحالة سريريا. طيب المريض عنده رجفان أذيني؟ عنده رجفان بطيء. تمام فرجينا التخطيط. التخطيط بصراحة ما هو التخطيط، أنا حطيت الصورة ما وضحت معي وحطيتها سحبته منك، بس نفسه يعني كان تحت المية كان النبض. تمام. ليش ما حطيت له مضاد تخسر للمريض؟ انه رجفان وزيني. انا حاطط سلايد لهالموضوع هذا. جاوبني. هلا ما بندخل نحن في شيء اسمه حسب نيس سكور بنشوف هلا تي اي ام دخله بعد يوم ممكن، اما سي بي حسب الناس يعني. ممتاز. له باك سلايد. هو علاج يعني علاج اسكيميك ستروك بعد لازم احمد اول شيء حالات الخسره يعني جاي قبل 4 ساعات ونص ما متوتره او متاخر المريض نعطي اسبرين بنعطي مضاد خافض للشحوم. الكلوبريل ممكن نضيفه للاسبرين لما يكون في عندنا ماينور ستروك يعني ماينور نعم اللي مي شديده حسب نيس سكور يعني بنعملها. الاسبرين الجرعه الاعتياديه صارت 300 ملي جرام لمدة 21 يوم أو لمدة أسبوعين بعدين بنحوله لل 81. إضافة الأسبرين للكلوبيدوغريل بالماينور ستروك لمدة 3 أسابيع 21 يوم نعم. طيب هاي السي تي بعد 72 ساعة بالضبط كان في صراحة اشياء واضحة على الام سي اي شيء المخ المتوسط يعني منطقة ناقصة الكثافة في النصف الكروي المخي الأيمن يعني تتماشى مع توزع الشريان المخي المتوسط. شو في كمان عنا؟ في عنا علامات ضمور دماغ في الطرف هذا. دكتور أحمد رأيك بالحالة؟ واضح إنه يعني احتشاء مخي أوسط بياخذ التلتين نصف الكرة المخية. في عندك مثلث خلفي مثل ما نكون شايفين بالصورة الرابعة اللي هو هذا المخ الخلفي، والمثلث الأمامي هو مسؤول عنه احتشاء الشريان المخي الأمامي. في ارتسامات وعائية ضمن المادة المحتشية المتنخرة، يعني دائما المصدر القلبي هو مصدر سمي. نعم. تطلع صمات كبيرة بتركز فروع يعني بتسكر فروع كبيرة بالمخ المتوسط، وإنذار سيء لأنه ممكن تتحول لاحتشاءات نازفة، فيجب مراقبة الطبقي حتى بعد فترة ممكن يصير عندنا مادة متنخرة محتشية وعم ياخذ مضادات تخسر ممكن تنزف بالمركز احتشاء. طبعا في دفع خط متوسط خفيف يعني توزم وانبحاء البطين الجانبي الايمن. نعم. اي طيب دكتور احمد انا السؤال هون بالحالة التكرار السي تي بعد 72 ساعة ل 48 ساعة؟ والله بعد 72 ساعة أوضح بياخذ الاحتشاء تماماً بياخذ النظر. نعم. الأمر الثاني لاحظوا شباب سي تي الأول طبيعي، سي تي بعد 72 ساعة على احتشاء واسع نعتبره احنا تمام مستوى الشريان المخي المتوسط احتشاء مخي أوسط. إيه تماماً. طيب فروع القشرية دكتور عبد الحميد شو يعني خطة التشخيص؟ ليش هذا المريض صار معه ستروك؟ المريض في يعني عوامل مؤهل الدكتور ومعه رجفان وزيني. المريض صراحة ما عم بياخذ كان مميعات، فكان ما عم بياخذ لا تخسر ولا شيء، ما رجفان وزيني فانطلق. كان عم ياخذ بس خافض ضغط. يعني ملاحظة من الجايد لاين الجديد دكتور احمد ما بعرف اذا بصحح لي
حتى طلبوا مو بس تخطيط، طلبوا هلتر لهدول المرضى. يعني إذا ما طلع عندك رجفان أوزيني ممكن يكون عندك رجفان أوزيني نوبي. نوبي صح كلامك مظبوط. تفرق كثير المعالجة شباب، يعني بين أنك تعطي أسبرين تعطي مضاد تخسر لهذه المرضى. تمام، مصدر قلبي أسبرين، مصدر قلبي مضاد تخسر، مصدر وعائي يعني التصاق صفيحات تصلب عصيدي أسبرين وكلوبين. الأمر الثاني إنه لازم تعمل إيكو قلب وإيكو دوبلر السباتين، خطة ستروك رجاء يا شباب بجميع المشافي، ما بتطلعوا مريض إلا دوبلر السباتين إيكو قلب إي سي جي، ثلاث شغلات هدول لازم يكونوا موجودات، لأنه ما بتعرف منين بتجيك الخسرة. من القلب عملت إيكو قلب، أنت تحريت عنه، رجفان أوزيني تخطيط القلب، الإيكو دوبلر السباتين تصلب عصيدي، ممكن يعني بالجراحة تعالج المريض. طيب هلا طبعا مضاد التخسر يا عبد الحميد، كثير مهم ادخال مضاد التخسر بال نعم بالستروك. نعم، هي حسب مريض معه مثلا الرجفان وصار معه ستروك، نستبعد اول شيء النزف، نتاكد انه اسكيميك ستروك، اذا تي اي اي ممكن ندخله بعد يوم. نعم، احنا خوفنا دائما من مضاد التخسر، خوفنا منه انه ينزف المريض يعمل نزف. تمام، لذلك عم نصنف هالتصنيف واللي هو صعب كثير، وطلاب الطب يعني ما مطالب منهم هذا التصنيف، لكن شباب المقيمين ضروري نعرفه. نعم، مس ميلد يعني اذا نس اقل من 8 ممكن بعد 3 ايام ندخله، اذا نس من 8 الى 15 بعد 6 ايام، فوق 16 او اكثر بعد 12 يوم. شو هون هذا المكتوب باللون الازرق؟ هذا هذولي تبع لنس، هذولي يعني هو هذول العوامل عم يساعدوك، اذا شفت هذول العوامل يعني موجوده فبلش بشكل مبكر مضاد التخسر. هاي العلامات المنخفضه قرانا اياهم بسرعه، معلش، انه نس اقل من 8 هون، المنطقه المحتشيه صغيره، انه الخطر تكرار خطر تكرار قليل، الخسارات القلبية على الإيكو، على الإيكو نعم، إنه جاستروستومين المريض يحتاج إلى، يعني إذا في المريض بحاجة إنه نستأصل نعمل يعني جراحة بدانة هيدا. نعم جراحة ما مو بحاجة، يعني مو بدين، مو بحاجة، أو مو بحاجة كمان لجراحة الكارود السباتي، وما هو ما في تحول يعني نسبي، ما في تحول نسبي، مستقر سريريا، والمريض صغير، والضغط الطبيعي مضغوط، الضغط المريض مضغوط، وجود هذول العوامل خلاص ما بلش بشكل مبكر ثلاث ايام ايام. مريض يعني على الاغلب تنطبق عليها الحاله الثانيه اللي هي مثلا هاي نس عالي لارج لارج المساحه كبيره، مساحه الاحتشاء واضح انه احتشائنا كبير يا جماعه، فمضاد بينزف ضمن الاحتشاء بتريح. نعم، وبقيت الحاله نعم اكسدوك، ممكن اذا احتاجت لجراحه سباتي او تحول لنسبي او جراحه، مريضتنا كبيره اذا لاحظتوا عمرها 70 سنه يعني. نعم اللي بيشن نس سكور غير مضبوط، نس سكور ترى ما يعني ما بينحسب او ما بينحفظ، بدك تنزلوا التطبيقات على موبايلكم وتحسبوا لك كل. طيب الله يعطيك العافيه، تعليقك دكتور احمد او ممكن نصائح للشباب في ادخال مضادات التخسر بهيك حاله؟ دائما يعني مثل ما قلنا لكم انه اذا كان مصدر قلبي، المصدر القلبي ايمت بنقول انه مصدر قلبي، اذا كان عندك رجفان أوزيني، إذا كان في صمام صنعي، إذا كان في أم دم بطينية، إذا كان عندك قصور قلب متقدم، هاي ممكن نعتبرها كمصدر قلبي ومنعالج على أساس مضادات تخسر. إذا ما لقينا شيء قلبي بالإيكو يفسر لنا هالشيء، هذا ممكن يكون عندنا سباتيين مضيقات يفسرون الاحتشاء، أو ممكن يكون تصلب عصيدي داخل القحط. كل شيء تصلب عصيدي يعني أنا عندي التصاق صفيحات، يعني أنا عندي ترسب شحوم وكوليسترول،
هون بيستجيب على مضادات التصاق الصفيحات، سواء التصلب العصيدي خارج القحف أو ضمن القحف، مثل ما قال الدكتور وسيم، مثل ما قال أنه إيكو القلب وإيكو السباتيين دائما هذا لازم يكون روتين لأي مريض احتشاء أو آفة احتشاء دماغي أو نزف دماغي. يعني بالنسبة لطلاب طب أنا أقول لكم هيك معلومة بس يعني ما كتير هاي الحكي يعني مشان ما تخربطكم، رجفان وزيني أخي أجلون المضاد التخسر مع الستروك أجلوه لأسبوعين معلش، هيك يعني معلومة صغيرة بالنسبة لشباب مقيمين لازم التفصيل هذا اللي حكينا. يعني الحالة اللي بعد دكتور عبد الحميد، الحالة اللي بعدها مريضة 18 سنة ولدت منذ شهر، راجعتنا بألم بطني وأوفياء منذ 3 أيام، سوابق التهاب بنكرياس منذ سنة، السنة الماضية كمان صار مع نفس الحالة، سوابق دوائية ديبوجيت بسبب ارتفاع الترشيد يعني حمل. بالفحص السريري كان في مضاد شرسوخي، الاستقصاءات الاي سي جي كان ضمن الطبيعي، في كل بطن كان في وزن حول وزن البنكرياس مع سائل خفيف حوله، الطبقة المحور البطن مع حقن كان في وسمة البنكرياس دون تشوهات أو اختلاطات. يعني ممكن طبقة يتأجله يعني هذا أجلناه نحن ما عملنا فورا، علمنا ما عملنا فورا بس كل المخبريات الآن أنا بس حطيت الصفات وراء بعضهم، هذا كان بعد 48 ساعة، بعد أكثر من 48 ساعة سوينا المخبريات، كانت 1728 الأميلات واللباس كان 277، تي جي كان يعني 74 ضمن الطبيعي، الكوليسترول 138، شوارد المريضة ضمن الطبيعي كانت سي ار بي 132، الكالين فوسفتاز 220، الكرياتينين 0.7، الجي بي تي 15، البي اتش 437، سي بي سي كان ضمن الطبيعي في بعض الكرياتات والصفيحات. تمام، شو التشخيص مبدئي؟ التهاب بنكرياس. تمام، شو عايش اعتمدت بالتشخيص؟ التهاب البنكرياس تشخيصه حسب مكتب 2 من 3، سريري مخبري شعاعي، صراحة في هون 3 شغلات سريري مخبري وشعاعي. إذن مخبريا لازم يكون فوق 2.5 الأميلاز. إيش وقت اللباز؟ يعني في داعي لطلبه صراحة؟ ما خلص الأميلاز صراحة مش خلص حاله يعني. يوفي. بلا هالبطر بلا هالبطراني. بطر. طيب انا شايفك طالب ال دي اتش، في فائده من طلبه ال دي اتش يعني مثل يعني دراسه المريضه عشان اذا في شيء مين بيعرف ايش فائده طلب ال دي اتش عشان اذا في اسكيميك دكتور في اسكيميا مثلا مع مساريق مثلا شيء مساريق او هيك شيء ممكن أو انحلال دم انحلال دم يا بنكرياس انحلال دم إيش دخل شو ما دخل لا هي أول دكتورة كانت مثل المريض ألم بطني راجعنا ممكن نطلب تحاليل مخبرية عند شغلات طلع بيناتنا من الانحلال دم مان بشيء اسمه رانسون معي رانسون نعم أول ما يجي بعد 48 ساعة. شو في معايير جديدة كمان؟ إيه ال دي إتش. وزاتا في معايير جديدة. بالضبط في معايير رانسون وغلاسكو وأتلانتا. ذول مشان الإنذار. وبايساب. بايساب فهدول بالضبط لرانسون هذولي. ال دي إتش والإس جي بي تي هذول بيدخلوا الجلوكوز حتى والكريات والشوارد. الأمونيا يوريا ممكن بيو ان يعني المعيار البايساب هو البايساب هذا اول ما يدخل المريض عشان نعرف وين نحطه في العناية ولا بالجناح البايساب هو اختصار الباي البي وال كان شو اسمه هو البي يو ان اكثر من 25 بي يو ان اكثر من 25 الاي ام بير الحالي مينتال ستاتوس يعني ايوه تغير وعي الاس تغير تمام الاي الايج الاي الايج اكثر من 45 اكثر من 65 البي والبي البرشا كل وحده بتاخذ نقطه كل وحده بتاخذ نقطه حسب صفر نقاط
من صفر لاثنين كان يعني زاره كويس وفيه أقل من 2%. إذا في أكثر من هيك ممكن الوفيات تصل ل 15%. لذلك نحن إذا اثنين يعني الوفيات 2%. إذا فوق ثلاثة بيطلع الوفيات توصل ل 20%. بالضبط. أكثر من ثلاثة لازم تحطه بالعنايه المشدده. هاي المعايرات طبعا معيار صار فيه LDH، فيه كريات بيض فوق 16,000، العمر فوق 55، السكر فوق 200، وظائف كبد فوق 250، LDH فوق 350، هذا عند القبول تمام؟ نعم وبعد 48 ساعة أساسه بتقدر أنت الشدة. طبعا حالات الشدة كل ما ازدادت الشدة معناتها لازم يعني نبحث عن تنخر بالبنكرياس. لذلك يعني مشعرات الشدة كتير بتفيدنا إنه نطلب للمريض طبقي محوري، تمام شباب؟ خفيفة ما في داعي لطلب الطبقي محوري، مجرد نعمل إيكو بطن مشان ننفي الأسباب التهاب البنكرياس. شو أسباب التهاب البنكرياس؟ ليش صار عندها هي المريضة التهاب البنكرياس؟ بالضبط، نحن بصراحة الطبق المحوري كان أكثر موجه اتجاهنه مشان نعرف السبب في مشكلة شوات حلقة خلقية بالبنكرياس، لأنه السبب بصراحة يعني غير واضح في يعني ما في حصيات، ما في كحول، الكالسيوم ضمن الطبيعي، الشحوم ضمن الطبيعي، يعني ممكن نحمل الدواء هو السبب صراحة في البنكرياس هون بالحالة. عندي وجود. عندنا أسباب التهاب البنكرياس يمكن حيطط. ممكن حيطط نعم. لهون ممكن شوهات خلقية ممكن، سيستيك فايبروسيس، دبن الأكسشن ممكن، ارتفاع الكالسيوم، ارتفاع الشحوم، إنتانات. الأدوية، التنشؤات، مشكلة بمسرة أوذي والفاسكولايتس في هذا الأوعية. هون هذا السلايد فيه الأدوية المسبب للتهاب البنكرياس مفصلين فيها نحن. المترونيدازول، سلفانيميدات، تراسيكلين، متروفرانتوين، إرثرومايسين، إيزونيازيد، أدوية الـ HIV، الإيدز، مدرات الكيازيدية والعروة، الخمسة آزا، السلفلازين، فانتيدين والسينتيدين، حتى البي بي اي ممكن، الميركابتوبيرين، الادويه القلبيه البروكينامايد او الباركنسونايد، ممكن الازاتيوبيرين يعني سبب هذا المتهم بشكل قوي ممكن اذا موجود. الدكساميتازون نعم. الدكساميتازون ممكن، الفالبروات، الفا ميتيل دوبا هذا الديبوزيت. اذكركم اللي يعني ادويه غيرها اسيتاميفين سلسلة أسيد بالنسبة. في دواء أدوية السكر بيسبب عنا التهاب البنكرياس، مين بيعرفه؟ سيتاغليبتين. سيتاغليبتين نعم. نعم. دايبيبتيل، مثبطات دايبيبتيل. ديبيبيفور إنهيبيتورز. ديبيبيفور. طيب من أحد الأسباب المهمة اللي ما مذكورة صراحة استغربت. نعم. هي الأسعات العقارب والأفاعي. ممكن تسبب لنا التهاب بنكرياس. مناعات الحمل الفموية. مناعات الحمل الفموية ممكن تسبب. نعم. من الأمراض أيضا الأمراض المناعية ممكن تسبب لنا التهاب بنكرياس مثل مثلا زئلة حمامية، جوجرين، IgG4 إلى آخره. الخطة دائما يعني الأسهل إنك تعمل للمريض كالسيوم وخوم ثلاثية تمام شباب؟ نعم. الآن هدول تنفي سببين مهمات إن فرط الكالسيوم وفرط الترايجلسيريد، وممكن نعمل إيكو بطن عشان ننفي الحصيات اللي هي أشياء سبب وما موجودة ليش هيك؟ الحصيات مو بصراحة السلايد هذا كان الحصيات غير موفق. إيه الحصيات والكحول، الكحول يعني بلاد الغرب الحصيات عن طلبنا إيكو بطن، الدكتور عبد الحميد قال ما في شيء إيكو بطن، طلب سي تي، فالسي تي رجعنا سي تي، وزمة بنكرياس ما في تشوهات، ما في بنكرياس حلقي، ما في لا في كيسة لا في إلى آخره، ما في تنخر، نحن بيهمنا ما في تنخر، بس صار في عندنا تنخر يعني يجوز جراحة ما جراحة. تمام لا مو مشان جراحة يعني التنخر هو المضادات صادات الحيوية. فشو هاي الحالة شو دبرتوها؟ دبرناها دكتور سوائل لاحظوا بايسابة منخفض يعني ما في داعي تحطها بعيني مش نعم هي بالجناح يعني سوائل
دكتور سوائل بصراحة 20 ملي جرام 20 ملي لكل كيلو هاي بشكل تسريب سريع، بعدين 3 ملي لكل كيلو كل ساعة، 3 ملي لكل كيلو اجريسيف يعني يكون اجريسيف اجريسيف نعم. والبي بي اي والسيروم اللي اخترته يا دكتور رينجر دكتور. افضل هو الرينجر لا مانع خلاص سيروم ملحي الافضل هو الرينجر لاكتات نعم ايوه كمان والبي بي اي والمسكن البيتيدين برافو عليك البي بي اي اساسي ومسكنات الالم نعم طبعا يعني مسكنات الالم يعني انا بشوفكم احيانا بتعطوا ترامادول ترامادول بيعمل اقياءات شوي خلينا على البيتيدين مثلا يفضل على استخدام المورفين شوي احيانا بيعمل اقياءات يعني ايضا عشان تثبيط مصرة اودي ايضا اها بالضبط ممكن سيتامول ممكن نستخدم سيتامول سيروم السكري لا تنسوا انه بلا يعني لانه هو باصل التهاب البنكرياس بيرفع السكر فما في داعي نستخدم سيروم سكري ونضر المريض نرفع له السكر بزياده ممكن اذا سبب التهاب البنكرياس ارتفاع شحوم دكتور ممكن نستخدم سيروم سكري مع انسولين ايه هذيك بحاله ارتفاع الشحوم في حالات اخرى طيب ما في داعي للصادات الحيوية هون ما في عندنا تنخر ما في اي نعم كان في داعي شو الصاد الحيوي الافضل بصراحه السيبرو مع الفلاجيت مين بيعرف شباب على الشات شو افضل صاد حيوي بمكانك ما مزبوط عمار ميروبينيم او اميبينيم الحاله اللي بعدها اذا هذا ال على السببية ما موفقة كانت عندك. ايه. لا عفوا نرجع للحالة والله نسينا شغلة انه السبب دوائي. سبب دوائي ديبوجيت. السبب دوائي رجع من الأدوية المهمة هي الألفا ميتيل دوبا. هي ألفا ميتيل دوبا يا غالي. قطع على ألفا ميتيل دوبا بعد الحمل. نعم. سببت لها التهاب البنكرياس. يلا البعض رجعنا مريض 75 سنة سوابق سي بي بي بقصة سعال مخرج منقشع أخضر وزلة منذ عدة أيام الفحص السريري خراخر ناعمي أسفل الساحتين الرئويتين وزمات في الطرفين السفليين أكسشتونيز لمريض قصور تنفسي مزمن كان تعايش مع الحال صورة الصدر هي ظاهرة أمامكم وطبق محور الصدر بدون حق مرضي كمان مخبريا سي ار بي كان عالي هذا الشيء شفناه مرضي البايد بتحليل طبيعي سي ار بي عالي 48 والكرياتين 1.7 طيب بدي حدا من طلاب الطب يقرا لنا صوت الصدر يلا يا شباب افتح الميكروفون وبلش اقرايح يلا يا فراس ما في حدا متحمس؟ حياك الله دكتور السلام عليكم يلا يا فراس قرأنا صوت الصدر شو شايف؟ دكتور الصورة هون ارتياحات يعني نقول معممة في ارتياحات حول السرة وحول القلب احنا تعلمنا انه نقرأ صوت الصدر بطريقة A, B, C, D تمام؟ كنت معنا ببداية الجلسة؟ لا ما كنت لا والله كنت كان عندي شغل والله ما حسن تدخل طيب ما في مشكله عبد الحميد قرا لنا الصوره بشكل اكاديمي تمام الاي ايروي الطرق التنفسيه كانت عن خط الناصف ناحيه الجهه البي بريثنج الساحتين الرئويتين كان في كثافات كونسوليديشن هون كان في كثافه بالاسفل الساحه اليمنى بشكل دائري تقريبا واسفل وفي الساحه اليسرى كمان محيطيه التوضع كمان نصف دائرية في ضخام المشعر القلبي شو عفوا بس خلينا في هيك يعني مثل بالفص المتوسط الايمن في مثل هيك ايش مثل ايش الدائرية غيرها فوق شوي فوق هون هاي ايش الابيض هذا قد يكون دكتور قد يكون كمان وزمة داخل وزمة بيئة مع ايه ممكن هون انسباب جنب هذا انسباب انسباب محجب ممكن
سوائل الشقوق، ضخامة مشاعر القلب. إذا سي سيركوليشن بنطلع على المشهد القلبي والأوعية شو شايف فيها؟ المشهد القلبي كبير. المشهد القلبي كبير حتى المنصف شوي عريض. عريض نعم. والديافرام غير واضح الحدود. في انغلاق في على اليمين جيد يعني على اليسار شوي في كثافات يعني. تمام. إيش التشخيص المبدئي؟ التشخيص المبدئي والله دكتور يعني ورم أو قد تكون كيسات نائية. تمام. بالمشفى؟ بالمشفى هو كان موجود. قصدي يعني قصور قلب كمان في عنده؟ قصور قلب نعم بس ما هو غير ما بيتعالج ما هذا الشيء. نعم. عالجته علاج قصور قلب مع عالجنا. شو الخطوة التالية طبعا؟ بالضبط في استشارة صدرية واستشارة قلبية هنا. تمام. إيكو قلب ما أحسن أن نعمل له صار مشكلة فرق قلبي مشفو ماش ما عندنا استشارة قلبية واستشارة صدرية كمان بدي راجع قلبي الصدرية المريض هاي الصور الطبقي طبعا طبقي دكتور أحمد الحسن معنا دكتور أحمد أو دكتور عمار إذا موجود تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تعليقك على الطبق والله هلا بالجهة اليمنى يعني وكأنه في عندنا تقيح جمع بالجهة اليسرى عفوا بالجهة اليسرى المنظر منظر تقيح أكثر من أي شيء آخر نعم الجهة اليمنى يعني في يبدو انه في ماس ما بعرف عملوا له ايكو شيء ايكو جنب في شيء ايكو جنب للمريض ما ايكو جنب من والله هيك بتحس انه الاسباب جنب محجب ما هيك بالايمن الطرف الايسر عفوا الايسر نعم في تحجب هيك بتحس الحجب يعني صايره نعم وهذا الظاهر هيك نعم لو في ايكو لو في ايكو عبد الحميد بتبين معكم اذا هذا انصباب جنب او لا يعني نعم طبعا الطرف الثاني في ماس واضحه نعم طيب في خطوه تاليه عملتوها مثلا عملتوا بزل جنب عملتوا بصراحه انا انقطعت عن الحاله عطلت عطلة العيد وكان مريض موجود فشو الخطوات اللاحقة والله ما تابعت بصراحة أكيد صار في خطوات تمام هلا أنا حط لك الخطة هذا المريض بده بزل جنب تمام إذا كان تأكدنا بالإيكو إنه نعم انصباب جنب فلازم تبزله وحتى هذا يعني استشارة جراحة صدرية ممكن يعني يعملوا له تقشير و يعني تفجير وتقشير الكتلة بدك يعني تتحرى عندها مريض مدخن يعني فترات طويلة هيفي سموكرز تنظير قصبي أخذ خزعات ممكن حتى نأخذ شو رأيك دكتور أحمد بتاخذ خزعة هيدا من بالطبقي والله قريبة يعني شوي من جدار الصدر المكان ضيق شوي احتمال يصير جرح صدري كبير أيوه يعني قصدي ما هي قريبة شوي من الصدر ولا لا جدار قريبة من المحيط لكن المدخل ضيق شوي يعني احتمال يصير جرح صدري نعم تمام يعني إذا وضع المريض جيد بيتحمل تنظير يفضل التنظير إذا وضعه جيد نعم عمار ما شفته أنت لهذا المريض؟ عمار؟ كان لا هذا ما شفته كان بالوقت المستقطع فترة العيد وكذا شوفوا لنا شو التشخيص كمان هيدي حالة حلوة تمام ممكن نعمل تنظير قصبي ونتابع الموضوع بزل الجنب يعني طيب الحالة اللي بعدها او شوف في هاي انواع سرطان الرئة اكسترايت مشاكل الخلايا وصغير الخلايا يصيروا مركزيات والغدي محيطي التنخر والتكهف شائع بالشائك الخلايا والنقائل المتأخرة فيه عكس الغدي وصغير الخلايا تكون سريعة وباكرة النقائل
الصغير الخلايا والشائك متعلقات بالتدخين، اما الغدي متعلق بالنزلات. نقاء مين اكثر واحد ترافق مع تظاهرات خارج رئه تظاهرات نظيره الوراميه؟ الغدي. لا صغير الخلايا. صغير صغير نعم صغير صغير بس مفعوله كبير. اها طيب شو في تظاهرات نظيرة الورمية ممكن ترافق صغير الخلايا؟ ممكن SIIDH وممكن كوشينج. ممكن SIIDH كوشينج نعم. ممكن ألم مفصلية وهيك لامبرت إيتون. لامبرت إيتون ضعف عضلي التهاب جلد وعضلات ممكن نشوف عند هذول المرضى. نعم هي الحالة هي جتنا امبارحة والله رجعت مريضة 35 سنة بقصة ألم بطني وزيادة حجم البطن سوابق فقد رؤية تعدد أصابع بدان مفرطة وشعرانية قصة عائلية لحالات مشابهة في العائلة كان السي والبي سلبيات السكر 113 البي اتش 1170 مرتفع اليسار 20 يعني مرتفع الاين ار 1.1 البيومين 3 كرياتينين 1 صفيحات 79 بالايكو كان مظهر الكبد خشن مع تعرج الحواض في حبن غزير بذلنا الحبن المدروج كان عالي المدروج عالي عملنا استشاره عينيه التهاب شبكي صباغي شكها متلازمه باردت بايدر سيندروم يكون برادر ويلي لا باردت بايدر سيندروم هي بحثنا عنها هون هي الحاله في برايمري كاركترستيك وسكندري الحاله هي حاله وراثيه متنحيه اضطراب جيني معين تشخيصه سريري يتاكد بالتمريض الجيني اسمه بي بي اس الطفره بي بي اس انه تشخص الحالة بأربع مظاهر برايمري أو ثلاثة برايمري مع اثنين على الأقل سكندري البرايمري إنه في التهاب شبكي صباغي تعدد أصابع أوبسايتي سمنة ومشاكل في الجهاز التناسلي اضطراب في وظائف الكلية واضطراب في عملية التعلم أربع من هدول ممكن تشخص الحالة برادت بايدر سيندروم صراحه ما كنا سامعين فيه قبل بس انه هيك بحثنا عن الحاله شوي درست فيها طلع معنا المريضه ما مشخصه ما هيك؟ ما مشخصه لا ابدا وفي قصه عائليه يعني الموضوع خلانا هيك نبحث طب ليش ما صورتها المريضه؟ صورت المريضه صورتها بس بصراحه ما نزلت يعني شخصيه في زميلنا تقربوا لزميلنا الصور انا نزلت صور مشابهه يعني مشابهه كثيرا لهذه الصوره كثيرا مشابهه يعني السحن تقريبا نفس السحن لذلك ما صورت انا نزلت صور يعني مشابهه ردت بايدل سيندروم انا هو امشي تعدد الاصابع والتعدد فيه موجود الموجود تعدد موجود التهاب شوكي صباغي موجود بسايتي وموجود مشاكل شعرانيه وغياب الدوره والتجيب وغزاره وشغلات موجود بالضربه فموجود اربع كاركترز بالبرايمري يعني غالبا مشخص هي التشخيص الاكيد جين تم الجين وراثيه متنحيه يعني ممكن نحس المريضة لساتها موجودة عنا ولسا قيد الدراسة البعداء وانتهوا الحالات ما هيك اليوم؟ انتهوا في بس في حالي فوق في ايش اسمه ضليت مسامحينك فيها مسامحينك هو ذات رئة يعني نعم يعطيكم العافية يعني اليوم كانت حالات متنوعة مشكورين الأخوة بالمشفى وسيم معاز دكتور حسين ما سمعنا صوته يعطيك العافية هلا انتبهت إنك موجود معنا خير حكيم الله يعطيك العافية
بشكر جهودكم، يعني الحالات مميزة والشباب ما شاء الله بيتعرضوا ل يعني